اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ويتجدد اللقاء مع برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل جمهور قناه الاهلي والنادي الاهلي، واكيد برنامجهم الاهلي خط احمر. حلقه أكيد مهمه طبعا ان شاء الله، وطبعا كل الناس بتقول يا رب ولا صوت يعلو فوق صوت، يعني مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد. ولكن الحقيقه يعني تلقينا خبر صادم الاسبوع الماضي، يعني الكابتن اسلام الشاطر بنقدم له كل يعني خالص التعازي في وفاه المرحوم باذن الله والده. والحقيقه كان في عزاء في اسكندريه وعزاء في القاهره، لقطات طبعا من العزاء اللي كان في اسكندريه، ولكن عنده كلام كتير حابب يوجهه لكل الناس اللي قدمت التعازي بشكل صادق. طبعا خالص العزاء للكابتن اسلام الشاطر في وفاه والده الحاج محمود الشاطر، و ربنا يصبره ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. لحظات بتبقى صعبة طبعا على كل حد، نسأل ليه ربنا أنه يثبته، وأكيد بتبقى لحظات قاسية على الجميع مرينا بيها، ولحظات يا أسامة الإنسان فيها بيكون محتاج كلنا يعني نكون جنب بعض في لحظات زي دي، وربنا يرحم والده طبعا. واكيد محتاجين ننوه على العزاء اللي موجود، طبعا كان في عزاء في الاسكندريه، وفي عزاء ايضا موجود في القاهره تم الاعلان عنه اليوم. اكيد كابتن اسلام كتب نتقدم بجزيل الشكر والامتنان، يعني دي لقطات لسه مستمرين مع لقطات العزاء معنا لسه اللقطات طبعا في اسكندريه. ربنا يغفر له ويرحمه يعني، ويلهم أهله الصبر وذويها السلوان، وربنا يجعلها آخر الأحزان في عائلة الشاطر كابتن إسلام الشاطر. طبعا الكابتن إسلام الشاطر المدير التنفيذي لشركة لايف، ربنا يرحم والده ويصبر. ده طبعا يعني كابتن إسلام وأسرة أو عائلة الشاطر بتتقدم يعني بالشكر، وخلينا نقراه يعني: نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدنا المرحوم بإذن الله، ونسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم الشر وأن يحفظكم. نشكركم ونسأل الله أن يرعاكم بعنايته وأن يجنبكم كل مكروه. وتعلن عائلة الشاطر عن تقبل عزاء بالقاهرة يوم الاثنين إن شاء الله الموافق 6/5 بمسجد الحمدية الشاذلية، 5/6 بمسجد الحمدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى العزاء يوم الاثنين 5/6 بمسجد الحمدية الشاذلية، وكان في عزاء أيضا في الأسكندرية. ربنا يرحم والد كابتن إسلام الشاطر ويصبره، وإن شاء الله بإذن الله تكون آخر الأحزان. إن شاء الله عندنا إن شاء الله بكرة مباراة مهمة جدا، ويمكن شاهدنا الأسبوع ده فارس أيضا، وتاريخ تحديدا 1/6 افتتاح يعني المقر الرابع للنادي الأهلي داخل القاهرة، وهو فرع القاهرة الجديدة أو فرع التجمع. والحقيقة شفنا وتابعنا وملايين من محبي وعشاق النادي الأهلي تابعوا عبر شاشة النادي الأهلي الافتتاح. طبعا يعني كعادة النادي الأهلي دايما خطواته بتكون ثابتة وبتكون منظمة وبتكون جميلة، يعني حتى فكرة الأبجريدنج بتاع العضوية ده للأمانة حاجة بالنسبة لي فكرة جديدة جدا، يمكن مش موجودة في أندية كتير، إن أنت إزاي تقدر لما تلتحق بفرع زي فرع القاهرة الجديدة أو فرع التجمع يعني تقدر ترفع أو تعمل أبجريدنج للعضوية بتاعتك، تقدر تكون عضو عامل في جميع الفروع بدفع الفارق، وده على مدار 4 سنوات من تاريخ اللي أنت اشتركت فيه وبقيمة الاشتراك وبقيمة الفارق، بس مش بتاريخ إن العضوية دي تيجي بعد كده تزيد فانت تبدا تكون عايز تدفع فرق الزياده بالكامل. واعتقد شيء كان مهم جدا وميزه مختلفه، يمكن ده دأب اداره النادي الاهلي اللي دايما بتحاول فكره جمهورها بس مش يكونوا اعضاء، لا هي بتقدم لهم التسهيلات والامتيازات، لان الموضوع قائم في الاساس على دمج جمهور النادي الاهلي في النادي الاهلي بشكل اجتماعي وبشكل انا بشوف ان هو منذ الانشاء، وده دور من ادوار النادي الاهلي اللي انا حلم شخصي دايما بقول ان انا نفسي اشوف فروع للنادي الاهلي في مختلف المحافظات. ايا كان انا عارف ان نقدر نعمل ده باشكال مختلفه، لان اداره النادي الاهلي دايما بتحاول تكون جمهورها جزء منها، مش بس الجمهور كعضو جمعيه عموميه، لا حتى سمعنا الكلام عن جمهور النادي الاهلي اللي مش عضو وازاي كان فرحان بالحدث. اعتقد حاجه كانت مهمه كمان سالناه عن مباراه بكره،
وكلنا اعتقد عندنا مشاعر واحده اسامه، مشاعر ترقب بحذر مع سيناريو البطوله الغريب، بكمان بامل ان احنا وكان انا بشوف يعني احنا بنعاقب على طريقه الاحتفال بالعشره، يمكن يعني العشره ما اهملنا العشره ما اديناهاش حقها جدا، واه لما تقصوا وانت ما تديش حاجه حقها بعدها بتتعب شويه عشان تحققها، لكن ان شاء الله باذن إن شاء الله، الله يعني بكره باذن الله تكون بدايه وضع قدم النادي الاهلي على منصه الذهب باذن الله. لكن بما اننا اتكلمنا عن الاعضاء والجماهير، وانا عندي دايما مقوله بقولها ان نسر النادي الاهلي عباره عن جناحين، جناح اعضاء الجمعيه العموميه والجناح الاخر هو جماهير النادي الاهلي، ومن هذا المنطلق النسر دائما وابدا يحلق عاليا. ودي كانت رساله ايضا من جماهير النادي الاهلي عند نسر النادي الاهلي امام بوابه النادي الاهلي بوضوح شديد جدا، رساله للاعبين. 180 دقيقه تفصلنا عن التتويج، قاتلوا. يعني دايما وجماهير النادي الاهلي بتطلب مزيد من بذل الجهد حتى النهايه، يعني طبعا ده مصطلح، لكن عارفين الاغنيه الشهيره اللي بتغنى في مدرجات النادي الاهلي، متعه الكوره افريقيا للكبار وانت الاسطوره. باذن الله باذن الله يكون برغم بعض التخوفات برغم بعض القلق، لكن انا عندي ثقه كبيره جدا 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 في الجهاز الفني، في اللاعبين، في جماهير النادي الاهلي. اللي بالمناسبه قناه النادي الاهلي بالامس كانت بتعرض مباراه الاهلي والاتحاد الليبي، الحقيقه وانت بتسمع 90 دقيقه كان في هزيمه في مباراه الذهاب 2-0، وعايز تلعب مباراه العوده ان انت تحافظ على نظافه شباكك وتسجل 3 اهداف لو مش عايز تصل لركلات الترجيح. الشوط الاول بيطلع 0-0، 90 دقيقه جماهير النادي الاهلي لم تتوقف على الاطلاق، حتى تم تسجيل هدف لكابتن عماد متعب، ثم الهدف الثاني في الدقيقه 74 كابتن محمد بركات، ثم واحده يا شهاب، وما ادراك ما واحده يا شهاب، عشان يكون جماهير النادي الاهلي بالنسبه لي كلمه السر في عبور النادي الاهلي هذه المواجهه الصعبه باذن الله باذن الله. يعني عندنا ثقة كبيرة جدا جدا ان جماهير النادي الاهلي ايضا بكرة تكون كلمة السر، ايا كان ال 11 اللي هيلعبوا اكيد هيكونوا باذن الله 11 مقاتل بروح الفانيلا الحمراء. ويبقى دائما وابدا التوفيق من عند الله، وباذن الله يا فارس يكون التوفيق حليف النادي الاهلي بكرة، لان اعتقد محتاجين قوي البطولة دي، محتاجين التوفيق قوي، محتاجين الجنرال حظ على راي كابتن مير الشربيني. يمكن عايز اقول من نفس المنطلق ده، احنا دايما بنقول السلوجان بتاع كل الدعم، المره دي بجد يا جماعه كل الدعم، كل الدعم لمنظومه النادي الاهلي في المباراه، كل الدعم لكولر واختياراته، كل الدعم للشناوي وهو موجود وهو مش موجود، كل الدعم لعلي لطفي اللي في وقت من الاوقات كان رجل مرحله. ازاي رجل مرحله؟ يعني كان رجل اختبار. علي لطفي اللي جه في وقت من الاوقات في موسم دوري 2021 كان مع اصابه وغياب الشناوي كان موجود علي لطفي مباراه الزمالك، مباراه صعبه جدا كسبناها 2-1 مع موسيماني، وكان موجود علي لطفي وكان حاضر وكان رجل المباراه وكان من افضل اللاعبين فعلا في المباراه فنيا وعلى مستوى الشخصيه. هو ده اللي كل الدعم، كل الدعم لعلي لطفي اللي جه في وقت من الاوقات في مباراه مونتري اللي احنا ما كسبناهوش في تاريخنا، كنا قبل كده وعندنا هزيمة قاسية منه بخماسية، كنا بنواجه مونتري في كاس العالم للأندية وكان موجود علي لطفي وكان حاضر علي لطفي في وقت افتقدنا فيه لاعبتنا الأساسيين وافتقدنا فيه لاعبين كتير، وكان ظرف صعب جدا كنت بتفكر هتعمل مع مونتري ايه اللي هو بجيلك الذهبي وفي كتير جدا من اللاعبين الكبار وخسرت بنتائج كبيرة. كان موجود علي لطفي وكان حاضر في المباراة. كل الدعم لمصطفى شوبير اللي لما بياخد وبيشارك بنشوف قد ايه عندنا ثقة فيه، وبنشوف قد ايه هو حارس موهوب اكتر منه حارس مصنوع، حارس عنده الموهبة وعنده الامكانيات وبتحس ان عنده القدرات الواضحة جدا اللي محتاجة بس خبرات ومحتاجة مباريات. كل الدعم لده، كل الدعم من منطلق تاريخ النادي الاهلي، كل الدعم من منطلق تاريخ النادي الاهلي اللي رحنا في 2014 باللاعب سيوي سبورت وبيقف كابتن احمد عادل وقايمه 16 لاعب بتحاول تدخل بيها المباراه في كل الغيابات دي وبتقدر تكسب وتعدي. انا اقلق لو حاجه واحده غابت، هي روح النادي الاهلي. لو روح النادي الاهلي موجوده انا ما اقلقش من اي غيابات، الحاجه الوحيده اللي اقلق منها هي غياب روح النادي الاهلي. ما دون ذلك واذا حضرت ان شاء الله روح النادي الاهلي نستطيع ان نكتب التاريخ. و
ولسه مستمرين معاكم في ليله المباراه وليله من ليالي الاهلي خط احمر، ويا رب باذن الله باذن الله تكون ليله موفقه غدا للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. بالتاكيد عندنا كلام كتير جدا جدا عن مباراه الاهلي والوداد، وهنحط حضراتكم بالتاكيد في الحدث، لان معانا الجزء الثاني من حلقه الاهلي خط احمر كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، يعني نتكلم في كل الجوانب الفنيه ونقاط قوه وضعف فريق الوداد وابرز اللاعبين وكل شيء متعلق بالوداد باذن الله باذن الله، هتلاقوه معانا هنا عبر شاشه قناه النادي الاهلي في الجزء الثاني من حلقه الاهلي خط احمر. لكن واحنا قدرنا بقى واحنا بنشتغل في افريقيا ما بنحبش نسيب برضو القصه المحليه، وما نحبش ان في ناس تبدا تروج لفكره الاستفاده التحكيميه للنادي الاهلي من صناعه جدل. وده انا بحذر منه، بحذر منه ازاي؟ اي فريق بينافس النادي الاهلي دلوقتي، اي حد متابع المنظومه الرياضيه حاليا، اي حد بيتابع المسابقات المحليه عارف ومتاكد تمام التاكد ان ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بطل الدوري هذا الموسم عن جداره واستحقاق. متبقي 30 نقطة إذا فاز كل منافسي النادي الأهلي، سواء بيراميدز، فيوتشر، الزمالك، بكل المباريات المتبقية ليهم، النادي الأهلي هيحتاج ل 15 نقطة من 30. وأنا بقول لكم بإذن الله إن شاء الله يوم 8/7 يكون النادي الأهلي بطل رسمي بإذن الله للدوري هذا الموسم. طب أنا قلقان من إيه؟ قلقان من البعض يبدأ يعمل حالة من حالات أخطاء تحكيمية في موسم أو في نهاية مباراة النادي الأهلي، يقول لك بص الأخطاء التحكيمية عليا وعليك، شفت؟ أدي الأخطاء التحكيمية اللي أنت كنت بتشتكي منها الموسمين اللي فاتوا بقت دلوقتي معاك، لا يا حبيبي. لا أنا مش عايز لا أي أخطاء تحكيمية ولا غير أخطاء تحكيمية، أنا الحمد لله فنياً بإذن الله في أفضل حالاتي وإن شاء الله هحسم بطولة الدوري، عشان كده ما كانش ينفع نعدي مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والهدف اللي سجله حسين الشحات. خلونا نطلع نشوف رأي خبير تحكيمي عن الهدف ده، لأن عندنا قصة لازم نقفلها قبل ما طبعا يكون عندنا ضيوفنا في الفقره الثانيه عن مباراه الاهلي والوداد. نشوف الفيديو ونرجع معاكم. فبناء عليه الشكل ده طبقا للخطوط الهدف ده سليم، بس انا عندي سؤال اهم، سؤال اهم، هل الخطوط محطوطه صح ولا غلط؟ انا من وجهه نظري انا شايف الخط مش محطوط صح، الله اعلم مش محطوط صح، انا ده اللي انا شايفه، الله اعلم لو الخط اتحط صح برضه ممكن تبقى الكره هدف. يبقى حضرتك شايف من وجهه نظرك، من وجهه نظرك اذا كان اذا كانت العبره بهذه الخطوط اللي محطوطه دلوقتي اللي رسمها الفار اثناء المباراه فالهدف صحيح، انما حضرتك شايف من وجهه نظرك انه الخط ده متحرك سيكه وبالتالي الهدف هنا يبقى تسلل. لا 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 مش هقدر اقول هدف غير سليم، لازم تتحط الخطوط عشان احكم لازم هدف ايه سليم ولا لا، لازم ايه، لازم الخطوط تتحط عشان لازم يعني انت شايف ان الخط مش محطوط لكن فرضيه التسلل لسه مش موجوده بالظبط، بس اللي انا اؤكد لك ليه بالنظر ده ودي على مسؤوليتي، الخط مش محطوط صح، الخط مش محطوط صح. بعد بقى كلمه الخط مش محطوط صح نحط الخط صح ونشوف اذا كان في تسلل ولا لا. مين يحط الخط صح هو حكم الفار، ولا انا ولا انت ولا الاستوديو، مش هيبقى على نفس النقاء بتاع غرفه الفار. انا بعيد تاني يا كابتن ابراهيم عشان الكلام يبقى واضح. ايوه قول. انا النقطه هنا عندي عشان التعليمات بتاعت الاتحاد الدولي بيقول لك ايه؟ طالما ان في خطوط فار مفيش جدال، بس بشرط بشرط ايه؟ الخط تحطه صح. انت ما تحطليش خط غلط وتقولي مفيش جدال. لا ممكن حكم الفار الله اعلم ممكن يحطه غلط. انا شرحت لك قبل ما نحط الخطوط. لو الخط محطوط على راس الكتف يبقى الخط ده معمول غلط. ممكن الخط يتحط صح وبرده الكره تبقى تسلل. بس انا بشرح طبقا للصوره اللي انا وحضرتك شفناها وضع النقطه بتاعت لعيب النادي الاهلي مش صح. ده الفيديو اللي اثار جدل عند اعلام منافس للنادي الاهلي، وخدوا كلام الكابتن سمير عثمان برغم وضوحه، وهنقف عند الجمل اللي هتقول لك هي واضحه ولا مش واضحه، ان الهدف تسلل وده بيحصل مع النادي الاهلي، والقصه بتتكلم في خطا من وجهه نظر الكابتن سمير عثمان بعيد عن قصه هو هدف ولا تسلل في وضع النقطه. النقطه المفترض من وجهه نظره قال اتحطت هنا، هي المفترض تتحط عند اخر الكم التيشيرت او نص كم التيشيرت، عشان الجزء ده ممكن يتم تسجيل به هدف في قانون لعبه كره القدم. قال ايه تحديدا بقى الكابتن سمير عثمان؟ قال مش هقدر اقول هدف غير سليم، كل اللي اقدر اقوله ان النقاط اتحطت بشكل خاطئ، ومع ذلك لو اتحطت النقاط
بشكل سليم ما اقدرش اجزم ان الهدف تسلل، لانه وارد جدا لما تحط النقاط بشكل سليم يطلع برضو الهدف شرعي وهدف صحيح، لان القصه دي كلها عند حكم تقنيه الفيديو. الكلام واضح، الكلام قانوني جدا، ولكن الاعلام المنافس خد القصه امسك ده هدف غير سليم، وكل خبراء التحكيم قالوا ان الهدف غير سليم. بقى الكابتن سمير عثمان اصبح كل خبراء التحكيم واوله الكابتن سمير عثمان، مع كامل احترامنا طبعا وتقديرنا ليه، كلام هو ما قالوش. اعتقد كان الكلام واضح يا فارس، ولكن دي طبيعه التعامل مع المنافسين اعلاميا. انت عارف الفكره بتاعت انا قلت كده يعني هو الكابتن سمير عثمان وهو بيسمع الفقره زمان لسان حاله زيه زينا، انا قلت كده. كابتن سمير عثمان يا جماعه زي ما اسامه وضح لكم، انا والله بحاول افهم هو الناس جابت منين ان هو قال مش هدف. هو عنده وجهه نظر، وده محتاجين نحط اشاره او خط تحته ان هو عنده وجهه نظر، اللي هي ايه؟ ومن وجهه نظره ان الخطوط دي ما كانتش محطوطه بشكل سليم. قال مين اللي يقدر يحطها؟ حكم الفار اللي هو اصلا حاطط الخطوط، اللي هو من وجهه نظر كتير جدا من الناس زي ما هنستعرض كان حاططها بشكل سليم. ولكن اما وان كابتن سمير عثمان شاف ان الخطوط مش محطوطه بشكل سليم، فهو عنده فرضيه ان لو حطينا الخطوط برؤيته هو نشوف ساعتها ايه. الراجل ما قالش اطلاقا الهدف غير سليم. طيب تعالوا بقى فكرة كل خبراء التحكيم، لأن فعلا الطرح اللي بيتقال احنا عمالين ندور. بص يا جماعة أقول لكم الإشكالية أساسها اللي حصل مع الأهلي السنة اللي فاتت. ارجعوا كده للعبة بيرسي تاو، ارجع المشاهد كتير جدا ساهمت في ضياع الدوري من النادي الأهلي. الناس اتعودت، عارف لما تحس إن بقى الطبيعي إن الأهلي يتظلم، فالشك يفسر دايما عكس ضد النادي الأهلي وضد مصلحة النادي الأهلي. فإيه اللي بيحصل؟ المرة دي ايه ده؟ دي اتحسبت؟ فانت من كتر ما متعود ان النادي الاهلي بيتظلم انت حاسس المرة دي في حاجة غلط، مع ان النادي الاهلي ما اتحسبلوش حاجة مش من حقه. ازاي ما اتحسبلوش حاجة مش من حقه؟ هنستعرض. معانا الكابتن احمد الشناوي وهو بيحلل نفس اللقطة بنفس الخطوط وبيشرح هل الكورة هدف صحيح ولا تسلل. نطلع ونرجع نعقب. نيجي للهدف ده، يهمني فيه حاجة واحدة، ان المساعد سمير جمال ساب اللعب، وبعدين لانه عنده داوت في شك. طبعا مفيش شك ان اللعبه صعبه جدا، كانوا اللعبه صعبه جدا. هنا طبعا زي ما انا شايفين حضراتكم دلوقتي اخر مدافع بتاع رقم 3 بتاع سيراميكا اهو، قدمه على الخط وايد حسين الشحات على الخط. معنى كده ان اليد طبعا لا تعاقب بالتسلل، لان ما يقدرش يجيب بيها جول، فبالتالي التسلل مش موجود. هو عمل ديلي سيجنال، ولكن القرار في الاخر الفردي. هنا مهم جدا عايزين نشرح حاجه، لو انتم شايفين ده هتلاقوا الخط ازرق اكتر، ولكن الاحمر لازق فيه ناحيه جوه الملعب مش ناحيه الخط ال 18، الخط الاحمر. فهنا معناهم ان هم ملاصقين التاتش، لازقين في بعض، الازرق في احمر. لو كان الاحمر متسلل كنت هتلاقيه مكان الازرق، والازرق هيبقى الناحيه الثانيه جوه. اذا النهارده الازرق اللي هو يخص المدافع اتجاه المرمى، وبالتالي التسلل مش موجود وقرار يعني الفار. هنا في حاجه نزل النهارده قرار، يعني حاجه جديده، ان الايفاب بيقول على اي دوري اي بطوله بتتلعب فيها تقنيه الفار على الفرق وعلى اللعيبه ان هي تقبل تقنيه الفار باحتساب التسلل، لا اعتراض عليها، مفيش اي حاجه. كابتن شناوي اعتقد انه يا جماعه من خبراء التحكيم، الا لو انتوا بتتعاملوا مع ان ده احمد الشناوي بتاع بيراميدز مش احمد الشناوي المحلل التحكيمي، لان كل خبراء التحكيم اللي بتتقال والناس والنادي الاهلي والهدف تسلل. يا جماعه الراجل وضح وفقا للخطوط اللي محطوطه اللي هو شايف اليه وضعها. اولا قال اللعبه صعبه، وانا بقول لكم هنا انا وجهه نظري اللعبه صعبه، ولكن هو قال عندك الخط الازرق اللي هو بتاع المدافع والخط الاحمر بتاع المهاجم، الخط الازرق هو الاقرب للمرمى، اذا مغطي الخط الاحمر، اذا اللعبه مش تسلل. راجل شرح وجهه نظر سهله وبسيطه. زي ما برجع واقول لكم ايه الصعب، مش اراء خبراء التحكيم، الصعب ان اللعبات دي السنه اللي فاتت كان النادي الاهلي بيتظلم فيها كلها. وتعالى بقى ارجع لمباراه المقصه، وارجع لمحمد شريف، وارجع لكهربا، وارجع لفتره ان حكام بالاسم طلع اتكلم عنهم، كابتن سيد عبد الحفيظ كان عندهم تعمد مع النادي الاهلي وكان الفار بيقف يتفرج. بس يوني لغالنا بتاع 4 اهداف امام سيراميكا. هي اسامه دي والله العظيم الاشكاليه، هو الخلطه جايه من عندهم كده. هي يا جماعه مش اللعبات دي اللي الاهلي كان بيتظلم فيها؟ ايه اللي حصل السنه دي؟ بقى ياخد حقه بس، انما ما خدتش حاجه مش من حقك. فالناس عندها خلل. وبعدين انا شفت ناس يا جماعه كانوا السنين اللي فاتت هم يقول لك الله
دي خطوط جوه غرفه الفار. انت بتتكلم في ايه؟ ده خطوط، مش انسان هو اللي حاطط الخطوط. الناس دي هي دلوقتي اللي الخط محطوط، ووجهه كابتن سمير عثمان ان الخط محطوط غلط. لا دلوقتي لا، بيتكلموا في فكره ايه؟ ان اللعبه مفترض تكون تسلل. ده ما عداش سنه بس اللعبه مشكلتها ان النادي الاهلي مش مظلوم فيها لا اكتر ولا اقل. بص الفكره اللي انا يعني محتاج اوصلها بشكل واضح جدا جدا، احنا هنا مش بنجادل في قصه الكره هدف ولا تسلل، لا لا لا، انا بستبعد ده اصلا من الحوارات، لان انا بقول لكم انا خايف يحصل اخطاء تحكيميه في العشر مباريات المتبقيه في الدوري للنادي الاهلي، الاخطاء تكون لصالح النادي الاهلي. انا قلقان من ده، ده انا عايز العشر مباريات يكون حكام قمه في العداله، حكام قادره انها تطبق القانون على الاهلي زي اي منافس هيواجه النادي الاهلي، لان انا مش هينفع ومش هقبل على الاطلاق ان احنا نيجي نثير جدل في لعبه زي دي في دوري محسوم اكلينيكيا للنادي الاهلي. في دوري النادي الاهلي بينافس نفسه. بيغيب يغيب يرجع وهو على القمه. فقصه ان انت تزق لي بقى خطا تحكيمي وتبدا عشان احنا نعقد مقارنات مع الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في الدوري اللي فات والدوري اللي قبله للمنافسين، لا خالص. قصه لا، هنوقف الكلام ده. احنا جايبين الفقره دي ليه؟ عشان حضراتكم قلتوا كل خبراء التحكيم قالوا ان الكره مش هدف. جبنا الخبير التحكيم اللي انتوا اعتمدتوا على كلامه، طلع كلامه اصلا غير كلامكم. قال ربما لو النقاط اتحطت بشكل صحيح الكره برضو تصبح هدف، هو تعقيبه على الاجراء اللي اتاخد. خلونا نسمع خبير تحكيمي تاني ونشوف مين كل خبراء التحكيم اللي قالوا ان الكره دي هدف غير شرعي. نشوف الكابتن جهاد جريشه. الخطوط اترسمت، الكره صحيحه انها اتحطت على نص القمه بالنسبه للاعب الاهلي في شحات، ونزل خط راسي على الارض، ونفس الكلام على لاعب سيراميكا رقم ثلاثه برضه نفس الكلام، نص القمه نزل على الارض الخط الطولي الراسي، وبالتالي كانت رسم الخطوط بصوره صحيحه والنقط اتحطت بصوره صحيحه، ولقينا لاعب حسين الشحات متغطي بمليمترات عن لاعب سيراميكا. لعبه دي يا استاذ محمد لعبه فار. ادي خبير تحكيم تاني بوضوح قال ان اللعبه دي لعبه فار، وان حسين الشحات متغطي من لاعب سيراميكا، وان الهدف صحيح، وايضا اتكلم الكلام ده في لقاء تلفزيون اخر واتكلم بوضوح، وقال حتى لو النقط تم وضعها بشكل خاطئ وتم وضع النقاط بشكل صحيح برضه حسين الشحات متغطي. ده راي خبير تحكيم، ده مش راينا، ده اراء خبراء التحكيم. اه طبعا. طيب يعني المفروض كفايه، بس لا، معانا خبير تحكيمي ثالث عشان برضه نوضح ان احنا سايبين لعبه ماهيش مجال للجدل باراء خبراء التحكيم، حتى اللي بنيتوا عليه حجتكم الراجل ما قالش ان هي تسلل. نسمع كابتن رضا البلتاجي وهو بيقول رايه في لعبه حسين الشحات. شفت المشهد ده ككل ازاي؟ كابتن هاني بايجاز انا شايف ده هدف صحيح. هدف صحيح. انا شايف هدف صحيح. بناء على ايه شايف انه هدف صحيح؟ من رؤية يا كابتن حتى بدون فار هنا في اللعبه دي انا شايف هدف صحيح، وقبل اقتراب او قبل دخول الفار في الخدمه يا كابتن هاني. الالعاب دي كان يقال عليها سكت في صالح المهاجم. ده ايه؟ اه في اه الكلام ده ايام ما كانش فيه بار، ما بقى كان دلوقتي انا هنا بالسكت يا كابتن هاني. انا يعني انا مش هحاسب الحكم، واتصور حكم من المساعد كان سمير كابتن المساعد سمير جمال. سمير جمال هو واحد من افضل حكام المساعدين في القاره كلها. انا شايف هدف الاهلي في سيراميكا هدف صحيح. تمام، بسبب الفار ولا بالعين المجرده؟ انا اولا قلت العين المجرده، والفار اكد كلامي. طب وبعدين؟ يعني الحكم اللي بنيتوا حجتكم عليه الراجل بيقول مش تسلل، انا عندي قصه مرتبطه بس بطريقه وضع الخطوط. ثلاث خبراء تحكيميين بياكدوا ان اللعبه ما فيهاش اي تسلل. فين كل؟ فين كل؟ بس هو مش فين كل، هو فين الضمير؟ بص هما اتكلموا عن كابتن سمير عثمان، واولوا كلام الكابتن سمير عثمان ان هو قال ان الهدف تسلل، برغم ان احنا جبنا الفيديو للكابتن سمير عثمان ما سمعتوش ده. ولكن خلينا بما انكم خدتوا الكابتن سمير عثمان كل خبراء التحكيم، اجيب لكم بقى لعبه اتكلم فيها الكابتن سمير عثمان بوضوح شديد جدا في مباراه الزمالك وطلائع الجيش، والنتيجه 0-0، يعني مؤثره جدا في نتيجه المباراه، والجميع بمعنى الجميع تجاهل الحديث عن الاخطاء التحكيميه فيما هو متعلق بمباراه الزمالك وطلائع الجيش. نشوف الكابتن سمير عثمان وتحليله لمباراة الزمالك وطلائع الجيش قال ايه. مطالبة نادي طلائع الجيش لركلة جزاء، قد يكون في ركلة جزاء، لعيب نادي الزمالك
انا شايف من هنا ممكن يكون في شد لمحمود الوادي، بس عندنا مشكله كبيره جدا التصوير، التصوير لثالث ورابع مره، هنا في شد، هنا في شد، لازم عشان نقدر نقول ان في ركله جزاء المفروض يبقى لازم في كاميرا ورا المرمى، بس انا هنا شايف في ركله جزاء لصالح نادي طلاء الجيش بسبب شد لعيب نادي الزمالك للعيب طلاء الجيش. ما انت ما شفتهاش، ما انت بتقول ما فيش كاميرا، شفتها ازاي ان هي ما كبرناها دلوقتي، اما كبرناها دلوقتي لازم حكم الفيديو، لازم التلفزيون، لازم الناس اللي بيخرجوا يوضحوا اللقطات دي، دي كوره ولا فيها شد ولا فيها، لازم لو في كاميرا موضحه ورا هنا، دي طبعا هنا في ركله جزاء لم يتم احتسابها، لا يمكن الحكم يشوفها. نرجع تاني هتشوف بوضوح دلوقتي اما كبرنا الصوره، لعيب نادي الزمالك شد بايده لعيب نادي طلاء الجيش، حكم الفيديو ممكن ما تكونش جات له صوره الله اعلم، انما انا بعيد تاني مره التصوير ده منتج مهم جدا، كوره زي دي ما تعدتش ولا توضحت ولا في كاميرا، علامه استفهام كبيره جدا جدا، في شد طبعا هنا واضح من لعيب نادي الزمالك، هتبان في الاعاده اللي احنا كبرناها دلوقتي، ولو حد عنده اعتراض في اي كوره يقول لي لو احنا شايفين حاجه ثانيه. دي طبعا اهم حاله من حالات المباراه. التصوير بتاعها صعب قوي بصراحه. بس هنا في اللي باينه يا كابتن جمال لا هنا في شد. التصوير صعب لازم يوضحه، بس في الاخرانيه في شد. ده كابتن سمير عثمان اللي انتوا بتستشهدوا بيه واللي وقف عند لعبه زي ما اسامه قال الجميع تجاهلها، وللامانه اسامه كابتن سمير عثمان ربما تختلف معاه بعض الامور، ولكن للامانه تظل تحترمه ان هو شخص متمكن من ادواته ودايما بيحاول يكون عنده وجهه نظر، حتى لو اختلفت معاه ما بتشكش في ضعفه. بص كابتن سمير عثمان بالنسبه لي هو بيشوف من وجهه نظره القانون، اللعبه دي وجهه نظره القانون فيها ايه، بيطلع مفيش ضغوط بتمارس عليه، ولما تمارس عليه الضغوط واتمارست قبل كده اصر على موقفه واصر على ارائه، تتفق بقى تختلف، ولكن في النهايه ده الخبير التحكيمي اللي انتوا بنيتوا عليه قصه هدف حسين الشحات في كلامه ما قالوش في الكره دي، اتكلم طبعا عن التصوير ولكن قال من وجهه نظري دي ركله جزاء لطلاء الجيش والنتيجه 0-0. ده قصه التحكيم، وزي ما قلنا مش هنسيب حاجه محليه واحنا عينينا ايضا على النهائي، ولكن ايضا في قصه دائما وابدا بتحدث، ولكن من خلال ميكروفون المعلق، المعلق عندما يتحول الى مشجع، المعلق اللي انا قلت قبل كده كتير جدا معلق موهوب ضل طريقه تماما لما راح لسكه مداعبه جماهير نادي الزمالك واللعب على مشاعر الجماهير، فبعد من وجهه نظري عن كل ما هو منطقي، فحدثت فجوه كبيره جدا جدا ما بين جماهير النادي الاهلي وما بين هذا المعلق، والحقيقه الفجوه مستحقه، لان ما يتم كتابته من خلال المعلق الكابتن احمد الطيب لا يقترب من الحقيقه، ولكن مدرسه من مدارس استفزاز جماهير النادي الاهلي. كان في لقاء اتكلم عن اشياء كثيره جدا، اتكلم عن مدى اعتزازه وفخره بتقديره من النادي الاهلي في الماضي، ولكن الحقيقه هو ما قدرش يحافظ على هذا التقدير من وجهه نظري الشخصيه في الايام او السنوات الاخيره، ولكن وقفنا عند بعض النقاط، خلونا نسمع فيديو للمعلق احمد الطيب عشان عندنا تعقيب مهم جدا وبكلام مش مرسل، بكلام دايما بالمنطق وبالارقام، نشوف الفيديو. لان النادي الاهلي وادارته الاعلاميه بيعملوا حاجه حلوه لكن لازم يبقى لها كياسه شويه. النادي الاهلي اي لعيب بيجيب جون، اي لعيب بيطلع جون، اي لعيب بيلعب ضربه ركنيه حلوه ايوه، بس خش في الواقع مش هتلاقي الكواليتي ده بالشكل ده. النادي الاهلي عنده مشاكل في كواليتي اللاعبين، الكل متفق عليها، حتى وان كانوا الفتره الاخيره ماشيين كويس ما بيخسروش. بيقول لك كولر ظبط اللعيبه ظبط الفرقه، ايوه لان عنده 8 9 ماتشات مؤجلين، لو كان بيلعبهم كان زيه زي موسيماني زيه زي فريرا، واللعيبه استهلكت واللعيبه، انت بالك 7 8 ماتشات ما بتلعبش، ما انت مرتاح خد راحتك، لكن انت فريق كويس، خد بالك لكن انت كويس. بس انا قبل ما اقول لك لكن انت كويس هقول لك خد بالك من المجاملات في شكل معلب، انت عندك 8 او 9 مباريات مؤجله، لو كنت لعبتهم كنت هتبقى زيك زي فريرا وموسيماني، بس انت كويس. انت عندك مشكله لما بيحصل خطا تحكيمي بتبدا تطلع بشكاوى للفيفا، بس انت كويس. كل القصه دايما وابدا بتبدا بانت كويس وبتنتهي بانت كويس، ولكن ما بين انت كويس وانت كويس كلام مش كويس على الاطلاق. الحقيقه انا ببدي اعتراضي بوضوح على قصه اصلا ان يتحط في جمله واحده موسيماني وفريرا، لما يجي تتكلم عن كولر تقول لو كان 8 9 مباريات اتلعبوا كنت هتبقى زي موسيماني وفريرا. انا اسف، مبدئيا بادئ زي بدء موسيماني ده مع النادي الاهلي محقق 2 دوري ابطال، محقق 2 سوبر، محقق برونزيتين في الوقت اللي فريرا كان
ضيف شرف حتى دور المجموعات، بيخرج من دور المجموعات. فقصه ان انت تتحدث ان يبقى زي بريرا وموسيماني، لا الموضوع مش على على مستوى واحد. طب تعالى بقى، اصلا هو النادي الاهلي تاجله 8 9 مباريات؟ برضه لا، لان النادي الاهلي متاجل له حوالي 5 مباريات للجوله 29، وبنبدا في الجوله 30. ومش ذنبي على الاطلاق ان انا بصل لنهائي افريقيا للمره الرابعه على التوالي، وبصل لكاس العالم للانديه، فبالتالي اكيد هيكون في مباريات مؤجله. ولكن تعالى نروح لقصه ان بريرا او كولر مدير فني وبتبخس كل حقوق كولر ومجهود كولر مع الفرقه، وبتقول لو كان لاعب نفس عدد مباريات وما كانش مريح كان هيبقى وضعه زي موسيماني وفريرا. الحقيقه عندنا احصائيه بسيطه جدا، وده اللي احنا بنقوله بالارقام يا جماعه، القصه بالارقام مش بالكلام المرسل، ونشوف كولر فعلا كان مريح بقى عن فيريرا وعن اوسيريو وعن مدربين كتير جدا حتى عن جريدو. القصه باختصار شديد ان النادي الاهلي بدا الموسم ولعب حتى المباراه النهائيه حتى الان لو نقدر نستعرض الارقام 45 مباراه، 45 مباراه من منتصف اكتوبر حتى بدايه شهر يونيو، 24 مباراه دوري، 3 كاس، 4 كاس العالم انديه، 12 في البطوله الافريقيه، 2 السوبر المحلي، كاس الرابطه ما لعبش، المجموع 45. طيب فيريرا وسوريو ومدربين الزمالك اللي مروا على نادي الزمالك الموسم ده وكابتن اسامه نبيه كانوا مضغوطين مثلا عن كولر عشان كده المشكله عند كولر ان هو كان مريح؟ لا، ده الزمالك لاعب في نفس المده الزمنيه، لان نفس الموسم بيبدا عند الاهلي وعند الزمالك 44 مباراه، 29 مباراه في الدوري، 3 في الكاس، 0 طبعا كاس العالم للانديه. ويعني لسه قدامك فرصه بقى في 2029 بعد تالق بيراميدز واقتراب حسمه المركز الثاني في البطولات الافريقيه. لعبت 10 لان برغم خروجك من دور المجموعات لكن انت بادئ من الدور التمهيدي على عكس النادي الاهلي ما بيبداش من الدور التمهيدي. السوبر المحلي لعبت مباراه واحده وانسحبت من المباراه الثانيه، وطبعا كاس الرابطه لعبت مباراه واحده وتهزمت ولعبت 44 مباراه، يعني في نفس المده الزمنيه الاهلي لعب زياده مباراه. طب الوداد اللي واصل للنهائي برغم ان الموسم بتاعه بدا قبل شهر ونص من موسم النادي الاهلي، لعب 42 مباراه. طبعا يعني المباريات قدام حضراتكم بتاعه الوداد، لكن مهم جدا كنا نوضح كلامنا بالارقام والدليل. محاوله افساد مجهود كبير بيبذله مدير فني كبير، ان كانت نتيجه المباراه النهائيه كولر قدم اوراق اعتماده بشكل واضح من وجهه نظري لجماهير النادي الاهلي خلال هذا الموسم، ولكن ان انت تشوف مجهوده ده وتشوف النادي الاهلي تحت قيادته لمجرد القصه اصل هو كان مريح ولو مضغوط كان بقى زي فيريرا، مستحيل يكون زي فيريرا. هي الفكره والمغالطه الاكبر ان السنه اللي فاتت كان فيريرا واللي قبلها مدرب الزمالك كانوا مريحين وبرضه خرجوا من دور المجموعات. يعني اللي انت مش قادر تفهمه ان دي تالت سنه الزمالك بيخرج من دور المجموعات وكان مريح اكتر من النادي الاهلي. وكالعاده فكره ان النادي الاهلي بيلعب كاس عالم الانديه، قلنا سفرياته اللي مختلفه عن اي فريق، ارهاقه البدني، قول لي الاهلي كان امتى يلعب وما لعبش، بل بالعكس الفرق الاخرى هي اللي كان عندها فرص تلعب وما لعبتش. النادي الاهلي داخل يلعب مباراه الوداد وهو اكتر فريق لعب عدد مباريات داخل القاره مقارنه بالفتره الزمنيه. فمحاوله النيل من كولر والتقليل من كولر بمجرد كلام كده وانا قاعد بقول اي حاجه، ده فكره مضحكه وبائسه. بس ما كانش ده بقى بس فكره، لو انا حاولت ادي دي استنادا على ذاكره المشاهد اللي مش هيقدر يحلل قصادي او يجيب عدد المباريات وممكن يحس ان النادي الاهلي لعب في الدوري اقل ويبقى عارف ده فيعتقد ان مقارنتي اللي انا عقدتها صحيحه، ففي حاجه اسوأ، اللعب في الصوره الذهنيه ومحاوله التقليل من الانجاز اللي بيعمله النادي الاهلي. ده حصل امتى؟ حصل من نفس المعلق وهو بيتكلم عن صعود النادي الاهلي وكيف وصفه. نسمع عشان عندنا تعقيب مهم جدا. ما وصلتش بنسبه عن جداره بنسبه 100%، انت واصل بمساعده الغير وان كانت هي كره القدم موجوده. يعني الهلال السوداني كان زمان وصل، وصلت برافو عليك طبعا، بس انت وصلت باجاده غيرك من ناحيه وفشل غيرك من ناحيه. ده العقلية اللي بتحاول تقلل من إنجازات النادي الأهلي. الجملة دي كاشفة وبتطلع كل اللي جوه إن النادي الأهلي ما وصلش عن جدارة. دي مغالطة بكل الطرق الممكنة. ليه؟
لان هنا تقييم بالقلب مش بالعقل. انت مش قادر احمد الطيب مش قادر يشوف جدارة النادي الاهلي، شيء يتعبه مش قادر يشوف جدارة الاهلي قدامه، فبينكر على النادي الاهلي جدارته ويصف ان هو صعد نتيجة اخفاقات الغير. ده كلام غير منطقي بالمرة ولا يخضع للعقل، لأن لما أنت تيجي تقيم الأمور النادي الأهلي لما تتحدث عن فكرة الجدارة فصعوده تاني مجموعة بأعلى عدد من النقاط هذا يسمى حقيقة، هو الأجدر بالصعود عن المجموعة حسابيا كتاني مجموعة وفقا لأرقامه. ده شيء اسمه فاكتس، حقائق مش مرتبطة بشعورك بالجدارة من عدمه. شعورك ده اللي جواه اللي انت مش عارف تشوف النادي الاهلي فيه، وانا اسف هو تقييم سطحي جدا. ليه تقييم سطحي؟ لان كره القدم فيها مطلق وفيها نسبي. ايه المطلق؟ الجداره اللي هي الارقام، ان النادي الاهلي حقق اعلى تاني عدد من النقاط في مجموعته سمح ليه بالتاهل والصعود، اذا هي جداره. ايه النسبي؟ تفاصيل صعوده، تفاصيل صعوده دي نسبيه، انت هتشوفها من الزاويه اللي انت قاعد فيها. احمد الطيب هيشوفها من ايه؟ من زاوية هو مش قادر يشوف جدارة النادي الأهلي فيها، مش مستحملها. فشاف إيه؟ شاف كرة أطهر الطاهر مثلا بس، إنما مش هيشوف في نفس المباراة مباراة سان داونز وحارس سان داونز بيهدي الهلال هدف مؤكد بخطأ مباشر منه، مش هيشوف ده، إنما هيشوف أطهر الطاهر وهو بيضيع الكورة. ليه؟ لأنه مش قادر يشوف جدارة النادي الأهلي. بس مش ده بس، مش هيشوف إن الوداد في مباراته مع سان داونز ومتيبي مفالا مدافع سان داونز بيسجل هدف صعود الوداد في نفسه في الدقيقة 83. هنا مش هيتحدث عن الجدارة، مش هيشوف ده، هو هيشوف الزاوية اللي هو قاعد فيها بس، زاوية الانتماء اللي مش قادر يفرح بالنادي الأهلي ومش قادر يشوف جدارته. مش هيشوف النادي الأهلي في دور الثمانية وهو بيقابل الرجاء وعلى مدار مباراتين بيكسبه هنا في القاهرة وبيروح المغرب ينجح وسط ضغوط جماهيريه ومباراه جماهيريه من العيار الثقيل انه ما يستقبلش هدف. مش هيطلع يتكلم ان ده انجاز. عارف ليه انجاز؟ لان في دور المجموعات الرجاء كان اقوى فرق دور المجموعات، سجل 16 هدف، فان انت تطلع قدامه كلين شيت في المباراتين ده استحقاق وجداره. مش هيشوف ان انت تروح تلعب الترجي وتكسبه بثلاثيه في قلب رادس كنتيجه هي الاكبر تاريخيا، مش هيقدر. كل ده احمد الطيب مش هيعرفه، لان الجداره هي قاعد على جانب اخر مش قادر يشوفها، لان لو شافها هيبقى عنده مشكله كبيره جدا 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 في تقييمه للنادي الاهلي. فاحنا سعداء بجدارتنا وسعداء ان انت مش عارف تشوفها، لان عشان تشوف جداره النادي الاهلي محتاج قلب يكون بيشوف الامور بشكل سوي. نسمع بقى كولر قال ايه عن مباراه الوداد، لان كولر هو ده اللي محتاجين نعيش معاه ونسمعه ونسمع جدارة النادي الأهلي بعيون كولر. Wir freuen uns, dass wir in diesem Finale sind. Wenn wir natürlich auch jetzt in Gruppenspielen geschaut haben, hat es mal eine Phase gegeben, wo es nicht klar war, dass wir das Finalspiel erreichen können. Die Mannschaft hat aber sehr gut reagiert, ist ruhig geblieben und hat dementsprechend dann die Siege eingefahren, die notwendig waren, dass wir jetzt morgen in diesem Finale stehen. Okay. احنا استعدينا كويس جدا للمباراة من وجهة نظري، قدرت ان انا اتفرج على مباريات للمنافس واقدر ان انا احط ايدي على بعض نقاط القوة والضعف. جهزنا كويس لمباراة سعداء بالتواجد في النهائي. طبعا اللي متابع الفريق شايف ان احنا في مرحلة المجموعات كان في مرحلة بعض الناس تشككت ان احنا هنكمل بسبب بعض النتائج، لكن الحمد لله الفرقة فضلت هادية وقدرت انها تظهر رد فعل كبير جدا، قدرت انها تحصد الفوز ورا الثاني عشان نقدر ان احنا نتأهل ونوصل للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا بنلعب نهائي دوري الأبطال. Es ist natürlich so, dass immer wieder mal Verletzungen passieren können und in dem Sinne hat es jetzt auch ihn getroffen, dass er jetzt zumindest in diesem ersten Spiel nicht dabei sein kann. Und ja, wir haben ein großes Kader und für uns ist wichtig, dass wir natürlich auch dann diesen Spielern Vertrauen geben, die dann mit dabei sind. Und das haben wir, wir haben absolut oder hundertprozentiges Vertrauen in die Spieler, die jetzt hier im Kader sind. Und ja, und schlussendlich wird man dann morgen sehen, wie wir mit dem Ganzen umgehen.
بالتأكيد الشناوي لعيب مهم، لكن الإصابات جزء من كرة القدم، وهي المرة دي جت في الشناوي. لكن احنا عندنا قائمة كبيرة بنثق في كل لاعب بيرتدي فانيلة النادي الأهلي، عندنا ثقة كبيرة 100% في كل لعيب عندنا، وبالتالي عندي ثقة في أي حد هيلعب بكرة. وهنشوف ده إن شاء الله بكرة مدى تعاملنا مع الموقف ده هيظهر بكرة في المباراة. Es war so, dass Schnau jetzt 17 Tage nicht mit der Mannschaft trainiert hat, dass er eigentlich nur eine Trainingseinheit mit uns mitgemacht hat. Und da ist für mich halt einfach das Risiko zu groß. Wir wissen nicht, wie er reagiert, wenn der Gegner Druck macht, wenn er wenn gegnerische Spieler dazukommt. Er hat zwar Torwarttraining absolviert, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn du mit der Mannschaft mit dabei bist. Und da war mir das Risiko zu groß, weil Torhüter haben wir nur zwei auf der Bank. Wenn einer frühzeitig ausfällt, dann muss der andere rein. Und wenn da auch nochmal was passiert, dann muss ein Spieler ins Tor. Und da brauchen wir, oder ich brauche da einfach die absolute Sicherheit, dass das verhält. Und das war jetzt aktuell noch nicht der Fall. هو بالنسبة للشناوي هو غاب لمدة 17 يوم عن تدريبات الجماعية للفريق، وهو اتمرن معانا تمرينة واحدة بس مع الفريق بالكامل. هو عمل تدريبات الحراس المنفردة كويس جدا في الفترة الأخرانية، لكن مع الفرقة كلها ما اتمرنش غير تمرين واحد بس. بالنسبة للحراس بالذات كمان لازم الواحد بيشوف مواقف قريبة من مواقف الماتش، مش بس تدريب منفرد، لازم يكون تدريب جماعي يقدر يشوف رد فعله ازاي لو عمل مثلا حد ضغط عليه بيتحرك ازاي. مجرد تمرين واحد بس كان غير كافي بالنسبه لي، وفي مخاطره كبيره بالنسبه لي ان هو يلعب ماتش بكره، وخصوصا في مركز حراسه المرمى الامور بتبقى صعبه، مفيش غير واحد بس اللي على الدكه احتياطي ليه، لا قدر الله حصل حاجه بعد 10 دقائق اضطر اغيره، يبقى كده خسرت تغيير، وكمان خسرت حارس، الحارس الثاني حصل له حاجه، يبقى انا كده عندي مشكله ويضطر اللعيب هو اللي يقف. فكان الموضوع بالنسبه لي لسه مفيش امان قوي او ثقه كامله 100% بعد، لانه هو خلاص رجع التمرين وبيتمرن حاليا، لكن لسه ما خدش عدد تمارين كافيه ان انا اقدر ان انا اثق فيه في الماتش الاول على الاقل، لكن ان شاء الله الماتش الجاي ربنا يسهل ان شاء الله. Ja, ich habe davon gehört, dass er eine Blindarm-Operation hatte. Ich wünsche ihm gute Besserung. Ja, und wir müssen uns vorbereiten. Wir wissen, oder ich weiß jetzt aktuell ja nicht, ob er dann auch gespielt hätte, ob er mit dabei gewesen wäre. Unser Gegner hat auch genügend Spieler mitgenommen, mit dabei, dass sie dann dementsprechend auch Ersatz mit dabei haben. سمعت الخبر فعلا ان هو تم نقله لمستشفى العمل عمليه الزائده. بتمنى له الشفاء العاجل وان هو يقوم بالسلامه ان شاء الله. بالنسبه للخبر هل اثر على تحضيري؟ لا خالص، لان الوداد فرقه كبيره، فرقه عندها مجموعه لعيبه كلها كبيره وكلها لعيبه ممتازه، فبالتالي اكيد المدرب جاي بقائمه كبيره يقدر يعوض اي لاعب، وما فيش يعني الفريق الوداد مش الفريق اللي بيقف على لاعب واحد. Nein, das ist, ich glaube, das ist Vergangenheit, und ich denke, oder ich schaue nicht in die Vergangenheit. Also es ist aktuell, wir haben eine sehr gute Qualifikation gespielt, wir sind in der Meisterschaft gut mit dabei, und es ist wichtig, dass wir an uns glauben und nicht an die Vergangenheit, was passiert ist. Da waren andere Trainer da, es waren Spieler oder die Situation war anders, es war ein Spiel. In zwei Spielen habe ich jetzt auch noch nie ein Finale gespielt. Es wird anders sein, und darauf müssen wir uns vorbereiten, und nicht, ob das jetzt, ob wir jetzt zweimal verloren haben, das ja, ist passiert. Aber wenn man nach vorne schaut, ist das dementsprechend oder aus meiner Sicht besser, und versucht dann das Gute umzusetzen. أنا مش من الناس اللي بتؤمن أو بالنظر دايما في الماضي، أو إن أنا أقعد أبص على الماضي وأتأثر بالماضي. الماضي حصل وما عنديش قدرة على التأثير عليه، التأثير إن أنا للمستقبل. إحنا دلوقتي الحمد لله فرقتنا ماشية كويس جدا، اتطورت كتير جدا عن أول الموسم، ماشيين في الدوري كويس، ماشيين في أفريقيا، تأهلنا برضو بنتائج كبيرة. فاحنا عندنا ثقه في نفسنا ان شاء الله، وعندنا ثقه في امكانياتنا ان احنا نلعب مباراه كبيره. ما بنبصش ابدا ان احنا للماضي، وما بنتاثرش باللي حصل قبل كده، لان المفروض دايما ابص لقدام. الماضي كان فيه مدرب مختلف، كان فيه ظروف مختلفه، كان فيه نهائي مباراه واحده بس في ارض الخصم، مش مباراتين زي النهائي ده.
طبعا برضو دي بالنسبه لي تجربه جديده ان انا العب نهائي ماتشين. دايما انا متعود في اوروبا بيبقى النتيجه النهائي بيبقى ماتش واحد بس، لكن اول مره بشوف نتائج ماتشين، فالمعطيات مختلفه تماما عن الماتشات السنتين اللي فاتوا، واللعيبه عارفه ده كويس، وبالتالي احنا بنبص دايما لقدام ان احنا نحاول نعمل كل اللي عندنا ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله السنه دي. يا das ist aktuell noch ein Geheimnis. حاليا ده السر بتاعي. Ja, das ist natürlich so. Also wenn man zu Hause spielt, dann ja, und weiß, dass man im zweiten Spiel auswärts spielen muss, dann ist natürlich das Ziel klar, Tore zu schießen und keine zu bekommen und so viele wie möglich und oder wie der Gegner zulässt. Aber wir wissen auch, dass dass Videt auch gegen Sundowns sehr gut verteidigt hat, sehr gut gespielt hat und wir wissen, dass es schwierig wird. Aber wir werden alles tun, um ja, das, zumindest, oder versuchen zu Hause da Tore zu schießen, damit wir mit einem Vorsprung nach Marokko reisen können. هو طبعا اول ما يبقى في ماتش ذهاب وعوده، الماتش الاول دايما بتحاول وعلى ارضك بتحاول، اهم حاجه ان انت ما تخشش فيك اهداف، لكن بتحاول تجيب اكبر عدد ممكن من الاهداف واللي الخصم بيسمح بيه. احنا هنلاعب خصم كبير، يعني فريق منافس قوي جدا. الوداد فريق اظهر قوه كبيره جدا قدام سان داونز، قوه دفاعيه، وان هو عنده صلابه دفاعيه، عمل ماتش كبير قوي قدام سان داونز، فبالتالي الماتش هيبقى صعب جدا، نهائي صعب. هنحاول طبعا قدر الامكان نعمل كل اللي عندنا عشان نحقق نتيجه مريحه تريحنا في ماتش العوده. ولسه مستمرين معكم وباقي فقرات الاهلي خط احمر، وجينا للفقره الفنيه اللي نوهنا عنها في بدايه الحلقه، وطبعا هنكون سعداء جدا بضيوفنا في الاستوديو كابتن محمد حشيش. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك طبعا دكتور احمد ثابت. اهلا بيك ومنورين وسعيد بتواجدكم معاكم كابتن محمد. منورين وسعداء بوجودنا معاكم، وان شاء الله نقدم حاجه للمشاهد عايز يسمعنا، عايز يطمن على الفريق، عايز يشوف احداث كتير جدا، ان شاء الله نقول للناس كل اللي هي عايزه تسمعه ان شاء الله. لكن طبعا كان عندنا قبل الفاصل المؤتمر الصحفي اللي اتكلم فيه مستر مارسيل كولر عن مباراه النهائي، وان ازاي قد ايه احنا سعداء في النادي الاهلي بالوصول للمباراه النهائيه، وان طبيعه الحال فريق الوداد فريق كبير جدا، وبالتالي درسنا واتفرجنا على مباريات المنافس وقدرنا نحدد نقاط القوة ونقاط الضعف، والبعض اللي كان بيشكك في قصة صعودنا للمباراة النهائية احنا قدرنا اننا بالهدوء وبالعمل اننا نعبر من دور المجموعات، ثم كملنا مشوارنا في البطولة حتى المباراة النهائية. مباراة النهائي بالتأكيد بتحمل تفاصيل كتير ولا تتوقف، او هو واحد من المدربين اللي ما بيفكرش في الماضي، انا بيهمني اللحظه والوقت الحالي، عندي مباراه ذهاب مباراه اياب، الفائز بالبطوله هو الفريق اللي بيقدر يحافظ على نظافه شباكه في الذهاب والعوده ويقدر يسجل اهداف في المنافس. وطبعا اتكلم عن غياب كابتن محمد الشناوي وان هو مش جاهز بنسبه 100% وحضر تدريب واحد، وبالتالي هو مش من المدربين اللي بياخدوا القصة بريسك كبير جدا، خاصة وانه بيثق في اللاعبين بشكل واضح جدا، وقال ان الاصابات دي بتحصل في اي فريق، حظنا انها جت مع الشناوي، لكن عنده ثقة في اللي هيلعب بكرة المباراة اذا كان علي لطفي او كان مصطفى شوبير، بالتأكيد كلنا ثقة في لاعبي النادي الاهلي. اعتقد كابتن محمد حشيش يعني كلام واضح جدا من مارسيل كولر بيؤكد على مدى ثقته في لاعبيه وثقته في اي بديل ممكن يلعب، وان قصه الماضي دي ما بيقفش عندها، لان الموسم الماضي قال ان النهائي كان مباراه واحده، حاليا النهائي من مباراتين، والماضي خلاص اصبح في الماضي، خلينا في الحاضر. يعني طبعا برحب بيكم، وفي الاول بس اسمحوا لي في دقيقه كده اتفضل عشان الحدث ده ما يتسابش. يعني طبعا اول امبارح افتتاح فرع النادي الاهلي التجمع الخامس، يعني كلنا كنا موجودين، والحقيقه كنا يعني فخورين جدا باللي بيحصل، ودي اقل حاجه بالنسبه لنادي القرن ومجلس الاداره اللي اتحمل كتير جدا جدا، وانجازاته الحقيقه عدت طبعا البرنامج بتاعه الانتخابي عدت بكتير، يعني ده حقيقي، واصبح النادي الاهلي مش نادي القرن بس في البطولات والانجازات، انما كمان على مستوى الانديه الاجتماعيه، اعتقد بقى دي مش في مصر او في افريقيا، دي في العالم كله، مفيش نادي عنده اربع فروع بالفخامه دي وبالوسع ده وبالامكانيات دي وبالحلاوه دي، حاجه طبعا كنا قاعدين فخورين جدا ان احنا ننتمي للنادي الاهلي، وبنشكر طبعا مجلس اداره وكابتن الخطيب طبعا. يعني
هنرجع تاني لكولر، مستر كولر طبعا من المدربين اللي هو الواقعيين جدا. يعني من اول ما جه، من اول ماتش وهو ماسك الورقه على طول الناس كانت بتستغرب، على طول عمال يكتب ويكتب ويكتب. وبعد كده الناس بعد كده قالت مش معقوله كم التغييرات، وكل ماتش تغييرات في التشكيل وثبات التشكيل وروتيشن اللي هو زياده عن اللزوم. الناس ابتدت دلوقتي تعرف يعني فوائد الكلام اللي كان بيعمله. وصلنا انها بقت فرقه الحمد لله تملك تشكيله كبيره في الملعب، موجوده كم من اللعيبه حوالي يمكن 20 22 لعيب جاهزين لاي تحدي واي مباريات، بخلاف طبعا السنين اللي فاتت اللي عانينا منها من اللي هو 12 13 لعيب بس اللي كان هم عليهم التركيز. كولر الحقيقه كمان يعني البطوله دي من بدايتها كانت صعبه، وحصل تعثرات في طبعا دوري المجموعات، وكان في ازمه شويه وموقف صعب شويه، انما النادي الاهلي عدى بخبراته طبعا وبتاريخه الكبير وبخبره لاعبيه ومعه المدرب كولر، وابتدى المستوى يزيد مباراه عن مباراه. بدأ بقى من الدور اللي بعده والدور اللي بعده، قابل فرق طبعا اقوى وكان مستواه الحمد لله كويس، ودي الحاجه الكويسه، ما كانش بيكسب بمحض الصدفه. تحس ان في ارتقاء بالمستوى ككره جماعيه وكافراد كمان. يعني هو كمان دايما انا بقول المدرب الكويس او المدير الفني الكويس اللي هو بيرتقي بالمستوى الفني بتاع اللعيب، وبعد كده المستوى الفني بتاع الفرقه المجموعه. الحقيقه النادي الاهلي له شخصيه دلوقتي، شخصيه فرقه بتعرف تدافع كويس قوي، بتعرف تهاجم كويس قوي، بتوصل للمرمى بشكل كبير جدا جدا. كان عندنا مشكله قبل كده في الوصول للمرمى وعدم احراز اهداف، دلوقتي الموضوع ده الحمد لله اتحسن جدا جدا. وفي نفس الوقت كان برضو في بعض الاحيان اثناء الناحيه الهجوميه بتلاقي كور كده مرتده بتدخل الاهداف، ممكن خسرتنا كتير السنه اللي فاتت من في الدوري العام. اعتقد هو قدر يظبط الاداء الهجومي والاداء الدفاعي وبقى الفرقه شكل. وصلنا دلوقتي للمحطه الاخيره في طبعا القطار اللي رايح على الملكه او بطوله افريقيا. بنلعب مع فرقه كبيره لها خبرات ولها باع واحرزت البطوله اكثر من مره، لها تاريخ لها جمهور. حظنا ان المباراه الاولانيه عندنا هنا في القاهره، ان شاء الله تكون احراز البطوله من هنا ان شاء الله من مباراه القاهره. ودي طبعا حظنا دي يا كابتن، انا اسف المقاطعه، حظنا دي مرتبطه يعني حظنا الافضل ولا حظ؟ يعني كان المفترض كنت تحب المباراه العوده تكون في القاهره؟ اكيد اي حد كان يحب المباراه الثانيه تبقى في القاهره، انما ده قدر النادي الاهلي والبطل يعني بيلعب في اي حته واي توقيت، وسواء الاولانيه هنا والثانيه هناك او العكس مش هتفرق. هو في تصميم وفي اراده ان شاء الله على المكسب، ايا كان طبعا حجم المنافس اللي هيلعبنا. اعتقد النادي الاهلي الفتره اللي فاتت عمل توازن ما بين مباريات الدوري البطوله المحليه والبطوله الافريقيه، وهو دي حته تفوق كولر الحقيقه. يعني ما الاداء والنتائج ما جاتش على حساب بطوله على بطوله ثانيه، يعني ماشي الحمد لله متوازي بين البطولتين. ان شاء الله طبعا استعداد كبيره للمباراه دي، حجز جماهير كبير ان شاء الله باذن الله يبقى مالي استاد القاهره. هنتكلم بعد كده بقى في التفاصيل الفنيه. ثابت، يعني عايزين ناخد من كلام كابتن محمد حشيش ونروح رقميا، عايز استفيد منك باكبر قدر ممكن النهارده. احنا عايز ابدا بالنادي الاهلي قبل الوداد كمان. النادي الاهلي شفنا تعثر امام الهلال في ام درمان، شفنا مباراه سان داونز، ثابت مباراه سان داونز والهزيمه بخماسيه قادرة اي فريق في كره القدم، وانت راجل اكيد متابع، ان الخماسيه دي نتيجه كبيره قادرة توقف اي فريق وتفك اي فريق وتخلي حساباتك الفنيه عشان تقدر ترجع تكون اصعب بكتير. عايز اسالك تحديدا، ايه الفارق ما بين الاهلي اللي تعثر امام الهلال قدام في ام درمان وتعثر قدام سان داونز بخماسيه، والنادي الاهلي اللي تجاوز الرجاء والنادي الاهلي تجاوز الترجي واللي موجود في المباراه النهائيه النهارده؟ ايه الفرق ما بين النادي الاهلي في الحاله دي والنادي الاهلي النهارده؟ لما تقول لي النادي الاهلي عمل ايه او كولر تحديدا عمل ايه، هتقول لي انت شفت ايه اللي حصل وايه اسهامات كولر. كولر الاول خليني بس ابارك الاول للنادي الاهلي على افتتاح فرع التجمع. ان شاء الله النادي الاهلي متعودين دايما منه ان هو الهرم الرابع يعني في مصر في الحاجات ديت. يبقى خليني ارد على سؤالك بقى، اقول لك ان النادي الاهلي مع مارسيل كولر في الفتره الاخيره بقى اكثر واقعيه. يعني ايه اكثر واقعيه؟ كولر كان جاي الاول، اول ما جه خالص كان عايز يلعب كورته اللي هي الكره الهجوميه الضغط العالي،
يفتح الجيم على طول. ده كان يقول حتى ساعتها لا دي كورتي ده اسلوبي. اللي حصل ان هزيمه صن داونز خليته عرف ما كانش عنده خبرات افريقيه برضه دلوقتي طبيعي. بعد ما شاف صن داونز واخذ التجربه من صن داونز اتعلم من التجربه دي وده المدرب اللي بيتعلم من اخطائه. مدرب مش عنيد. ممكن مدرب يقول لك لا انا هفضل العب كده هفضل اكمل كده، لكن لا كولر اول حاجه عملها حط مروان عطيه قدام الاربعه. ده فرق معانا كتير جدا. يعني معدل الكلين شيت في الفتره الاخيره 13 من 14 ماتش، ده بياكد التطور الدفاعي. كذلك ما عادش بيفتح الجيم زي الاول، بقيت بتشوف خطوط متقاربه، تلاقي الخطوط جداً. بقت متقاربه بشكل كويس جدا. حتى التغييرات على مستوى التغييرات، التوظيف لبعض اللعيبه برده. بيرسي تاو كنا بنشوفه مثلا مع موسيماني كان مهاجم وهمي، دلوقتي بقى جناح يمين. حسين الشحات كنا بنشوفه مثلا ايه جناح يمين، دلوقتي بقى جناح شمال. كذلك برده توظيفه لديانج، ديانج كان عنده مشكله في الاستلام للكوره وظهره للملعب. يعني ايه ظهره للملعب؟ لو بيلعب ستة توظيفه ليه تمانية عشان خاطر هو لعيب بول كارير كويس، لعيب عنده السرعات والقوة البدنية، فبدأ يوظفه في الحتة دي. ففي مكاسب كتير للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة. بس خليني أقولك إن الفرقتين الكيرف بتاعهم متصاعد. عشان كده أنا بشوف إن دايما النهايات 50-50، حتى لو أنت أعلى من الفرقة التانية النهايات 50-50. برضو النادي الأهلي عدى بمحطات صعبة، ماتش الهلال السوداني في آخر مجموعة، في آخر ماتش أنت صاعد في آخر مباراة في المجموعات. بعد كده بقى التحول، إن الرجاء برضو ضربة الجزاء في مباراة الهلال السوداني اللي ضاعت مثلا، أو يوم أطهر الطاهر لما ضيع ضربة الجزاء، وبعد كده إحنا صعدنا في المباراة الأخيرة. دي مرحلة. المرحلة التانية ماتش الرجاء من العودة لما ضيعوا ضربة جزاء. فانت ماشي بمحطات صعبة عمال بتعدي منها، اللي هو بعد كده برضو في نص النهائي الترجي لما كسبته ورحت هناك كسبته، دي محطات انت بتعدي منها والكيرف بتاعك ماشي بشكل صعودي. كذلك الوداد، الوداد برضو بيمر بكيرف تصاعدي. يعني مثلا هم لما بدأوا دور المجموعات وجابوا مدرب، بدأوا اول ماتش خسروه في دور المجموعات، بعد كده راحوا لسيمبا، عدوا سيمبا ازاي في دور الثمانيه بركلات الترجيح. فالكيرف بتاعهم متصاعد. صن داونز حد كان يصدق مثلا؟ خلينا نقف عند نقطه هنا مهمه جدا عند فريق الوداد، لان فريق الوداد حصل تغير. لان كان جريدو هو المدير الفني حتى مباراه صن داونز، ورجع المدير الفني فاندن بروك اللي هو لعب خمس مباريات، مباراتين في الدوري ومباراه في كاس العرش، وهو اللي قادهم في ذهاب واياب صن داونز. شايف التطور ده تصاعدي كمستوى لاعبين، ولا دور المدير الفني هو اللي اختلف شويه عن التصاعد بتاع النادي الاهلي في المستوى الفني؟ لا، فاندن بروك افضل من جريدو بكتير. فاندن بروك واقعي. واقعي بيلعب شفناه في مباراه صن داونز، بيضيق المساحات بشكل كويس جدا، بيقفل الخطوط الثلاثه بتاعتك متقاربه، حافظ الوداد وعنده تجربه مغربيه قبل كده وهو اصلا عايش في المغرب. فكانت التجربه، يعني هو اختيارهم ليه اختيار ذكي، ان ده مدرب شاب عايز ينجح، عايز يعمل اسم لنفسه، وعايش في المغرب ومتابع الوداد بشكل كويس ودرب في الدوري المغربي قبل كده. فكان اختيار ذكي. هو لما جه مسك ماتش صن داونز، هو فضل حتى في مباراه الاياب لما دخل فيه الجون في الاول، هو كان خارج خلاص من صن داونز لما جاب الجون الاولاني، عمل ايه؟ ما ضغطش، ما فتحش الخطوط، فضل برده واقف ورا ومحافظ على طريقته. فده ياكد لك ان ده راجل واقعي، وهو هيعمل كده وش بكره، يعني يوم بكره والنهائي، يعني في المباراتين بيمتلك شخصيه، مش هيفتح البطل ان هو يقدر يصبر على المباراه. الحقيقه الكوره ما فيهاش عنجهيه وفرده ستر. صحيح. الواقعيه مطلوبه جدا جدا في كره القدم. صح. وبالنسبه للمدرب، لان المدرب الكويس اللي هو يلعب بامكانيات اللعيبه بتاعته. صحيح. ويستفيد من الاخطاء بتاعته، ما يكبرش. زي ما احمد قال في البدايه انه كان في النادي الاهلي في بعض الاخطاء في حته الكور المرتده، لان ما كانش فيه حد واقف قدام المساكين في اوقات كثيره جدا في المباريات. حتى الدوري وبطوله افريقيا كان في مشكله في الحته دي، ان دايما الاثنين المساكين متعريين، مفيش قدامهم حد يستنى الحاجات المرتده. عالج الحته دي بوجود مروان عطيه، وفي نفس الوقت هو طور من اداء الاثنين التانيين بتوع نص الملعب في الناحيه الهجوميه، واجباتهم يعني طور من اداء حمدي فتحي. حمدي فتحي كان اللي غالب عليه الحته اللي هي الدفاعيه، ما بيكملش خالص. فانت ما كانش عندك زياده عدديه تقدر توصل او تصنع الفرص او تبقى عندك ضغط على الفريق في الحته في التلت الاخير، التلت الهجومي. اما حمدي فتحي اتطور وشفناه في مباراه الزمالك، اما تقدم وعمل اسيست الكهرباء، يعني في اكتر من مباراه هو حسم الكاس طبعا بتقدم. فتطوير. كذلك ديانج برضو كان كاشش شويه من حته ان هو يكمل، لا دلوقتي بقى بيخترق وبيكمل وبيشوط وبيصل، فاصبح فيه في الناحيه الهجوميه في زياده عدديه تقدر تديك اللي انت عايزه.
كذلك برضو كولر عمل تنويع، احنا مش عايزين نكشف طبعا كل اوراقنا النهارده، بس الى حد ما ان انت النادي الاهلي بقى ما بيلعبش طريقه واحده، ما بيلعبش بس الجناب، لا ده بيلعب على الجناب خصوصا ناحيه الشمال والاختراقات اللي من النص. والثنائيات اللي اتعملت، في حاجه جديده كمان اتعملت في النادي الاهلي اللي هو التصويب من الخارج، بنشوف اكتر من لعيب وشفنا السوليه احرز اهداف منها، فبيستغل اسلحه. هو احسن حاجه في الدنيا المدرب ياخد من اللعيب اقصى حاجه عنده واحسن حاجه عنده وازاي يطوره، لو في نواقص بيزودها، ودي بقى بنت الحقيقه على لعيبه النادي الاهلي كلها وعلى اللعب جماعي. كذلك برضو حته الاستحواذ، الاستحواذ بتاعنا كان في فتره سابقه كان في نص ملعبنا، الاستحواذ دلوقتي تطور انه بيبقى في نص ملعب الخصم، ودي صعبه جدا لان كل انت عارف ما بتقرب من جون الخصم المسافات بتعدي 700 تمريره بالظبط، 700 تمريره تمريره عندك حتى محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم ومروان عطيه في البيلد اب وبناء الهجمه اثنين من افضل اربعه ممررين كرات في دوري ابطال افريقيا. صحيح، زي بقول لك الاستحواذ لما بتقرب من مرمى الخصم بيبقى صعب قوي لان المساحات بتبقى ضيقه، بيبقى في تكتل دفاعي، فصعب ان انت تعملها، انت بتعملها دلوقتي وان تاتش على 18 وتعمل وان تاتش. كذلك النادي الاهلي ابتدى برضه يجدد في الكور الثابته، بقى عنده اكتر من تركه بيعملها في الكور الثابته. مش عايزين نتكلم عن النادي الاهلي كتير يعني، خلي شغل النادي الاهلي، خليهم هم يبذلوا مجهود في الكلام ده. بص ثابت، طبعا احنا عايزين بقى نبدا نتكلم على الوداد ونروح للوداد. طبعا نبدا بالتشكيل المتوقع عشان نبدا انا واسامه طبعا نسال كابتن محمد حشيش ونسالك فيما يخص نقاط قوه ونقاط ضعف الوداد من واقع التشكيل اللي انت بتتوقعه للوداد في ظل طبعا غياب عبد الله حيمود اللاعب اللي كان مؤثر جدا في نص الملعب واللي كولر اتمنى له السلامه النهارده. طبعا انا هقوم على الشاشه اعتقد مفيش اي مشكله طبعا. تمام، هنستعرض على طول طبعا. ثابت بيمشي من يلا بينا يا ثابت اتفضل. طبعا الوداد مع سيفين فاندنبروك المدرب البلجيكي بيلعبوا بال 4 1 4 1 زي ما قلنا ان هم دايما اسلوبهم دفاعي، بيضيقوا المساحات وبيلعبوا على الهجمه المرتده او الضربات الثابته. ده اسلوبه او ضربه ركنيه، ده اسلوب لعب الوداد مع سيفين فاندنبروك. في حراسه المرمى يوسف المطيع اللي هو الحارس المغربي اللي هو المتالق، ولسه حتى كنا بنتكلم مع كابتن محمد ان هو ايه، ان هو كان قرر اعتزال في فتره من الفترات، ان هو تعرض لازمه ورجع تاني و28 سنه فهو تالق على سن يعتبر يعني يعتبر كبير شويه، مش صاعد من ناشئين الوداد. الاثنين اللي ورا الاثنين المدافعين امين فرحان، احنا متوقعين امين فرحان او محمد ابو الفتح، ده اول نقطه بس ممكن يبدا بدا او ده امين فرحان ليه؟ لان امين فرحان اصلا كان الاساسي، هو هداف بيجيب بيطلع في الضربات الثابته مميز جدا في حته الالتحامات، وفي محمد ابو الفتح ده البديل بتاعه ارسن او ممكن يبدا بيه، يعني يا امين فرحان يا محمد ابو الفتح. انا اتمنى يبدا بابو الفتح يعني عنده ثغرات كتير نقدر نستغلها. هو عشان كده يعني غالبا امين فرحان، هو حتى في المباراه الاخيره يا احمد في المباراه الاخيره سجل جونين في اخر 3 ماتشات فغالبا هو بيجهزه عشان يبدا النهائي. في المغرب التطواني سجل ومعنوياته مرتفعه. نيجي لارسن زولا، ارسن زولا ده مدافع كويس جدا في الالتحامات الهوائيه وبيسجل اهداف براسه بشكل كويس جدا، مدافع كونغولي وعنده روح عاليه جدا. ثابت عايز اقف معاك عند زولا معلش، لان هي نقطه مهمه جدا ان جمهورنا يبقى معانا فيها. زولا مسجل 3 اهداف في الدوري منهم 2 قدام الرجاء بتكمله هجوميه بالقدم، يعني حتى مش كره عاليه وهدف في المغرب التطواني اعتقد. فانت بتتكلم في 3 اهداف وبيعمل زياده عدديه. انت بتشوف مع لسه اسامه كمان بيتكلم في امين فرحان، فانت بتشوف فكره ان الاثنين دول بيتقدموا بالشكل ده في الكرات الثابته وبيكونوا مؤثرين جدا. شوف الاهلي يتعامل مع ده ازاي. هو ده شغل ضربات ركنيه، احنا معانا شغل حتى فايل كامل للضربات الركنيه، ده عندهم شغل رهيب في الضربات الركنيه تحديدا في الاثنين يعني المساكين. ده هيكون معانا في الضربات الركنيه حالات كامله، فخليها يعني في الضربات الركنيه كامل التشكيل. ايوب العملود ده كظهير ايمن ويحيى عطيه الله، الاثنين الباكين كويسين جدا يعني الاثنين بصراحه مميزين. ايوب العملود ده ستايل احمد فتحي كده اللي هو بيكمل، اللي عنده الروح مش مهاري قوي، سجل هدف في صن داونز وسجل هدف التعادل في قدام صن داونز. يحيى عطيه الله طبعا ظهير ايسر منتخب المغرب البديل لاشرف حكيمي. يحيى جبران هو اللي بيلعب قدام الاربعه، ولو اخذ انذار بكره هيغيب عن مباراه الاياب، ومهم جدا الضغط عليه لان هو مفتاح لعب ببناء الهجمه عند الفريق الوداد المغربي. وبرده ممكن لو يعني نحاول ان احنا
زي ما بنقول كده بلغه الكره نلبسه انذار نستفزه بحيث ان احنا ايه يعني دي هتاثر على ادائه. انا شايف انها هتاثر على ادائه عشان المباراه النهائيه. انا حضرتك تحديدا كابتن عشان هناخد مقارنه بين يحيى جبران ومروان عطيه لان الاثنين فرقتهم واحده. صح. الاثنين بقى اللي بيكملوا انا شايف عبد الله حيمود اصلا ما كانش هيبدا، يعني غياب عبد الله مع حيمود مش مؤثر. ليه؟ لان هو الاساسي بتاعه ايمن الحسوني ورضا الجعدي. ايمن الحسوني هو اللي بيكمل ورا صامبو، هو اللي بيزيد في عمليه الضغط، يعني في الحاله الدفاعيه بتبقى 4 4 2 بالزياده بتاعت ايمن الحسوني جنب صامبو المهاجم. الاثنين اللي على الاطراف محمد اوناجم وسيف الدين بوهرا. محمد اوناجم طبعا لعيب الزمالك السابق، بس هو مع الزمالك حاجه ومع الوداد حاجه ثانيه خالص. سيف الدين بوهرا ده لعيب كويس جدا. ليه مش زهير المترجم؟ هو الاقرب سيف الدين بوهرا لان هو اللي ماشي بشكل كويس، هو معتبرينه في المغرب اكتشاف. اكتشاف عندهم سيف الدين بوهرا، هو كان بادئ بس في مباراه صن داونز اتصاب. اعتقد يا اسامه فهيرجع بكره، وعنده زهير المترجم برضه يعني ورقه بديله مهمه، ورقه مهمه جدا سواء هو او سيف الدين، يعني هو او المترجم مش شرط يعني. يعني احنا عندنا خلاف في حته امين فرحان او ابو الفتح. تمام. والناحيه الثانيه بس الاقرب سيف الدين بوهرا. سيف الدين بوهرا مثلا 60% وزهير المترجي 40%. صامبو طبعا لا خلاف عليه، صامبو ده مهاجم خطير جدا، جايب ب 12 جون في الدوري المغربي، مسجل 7 جوان في دوري ابطال افريقيا منهم 4 من اول بدايه دور المجموعات. يعني بتتكلم في مهاجم جايب 19 جون السنه دي، كسب 40 التحام ثنائي في دوري ابطال افريقيا. فانت بتتكلم صامبو ده لازم يتعمل له حساب لوحده عند كولر. هل الاثنين المساكين لو انا بدات مثلا بمنعم ومتولي يبقى منعم اللي هياخده، لان متولي في الالتحامات مش زي منعم. لو بدات هل ابدا الافضل بياسر ابراهيم مثلا ومنعم عشان خاطر صامبو، لان ياسر مميز في حته الالتحام وعنده الالتحامات تحديدا والالتحامات الهوائيه والثنائيه، لان هو كمان مميز بحته الروح عشان خاطر خطوره صامبو. هات بقى الصور، بص الشكل بتاعهم، يعني احنا ده هنوضح لك بالصور طريقه اللعب. ادي ال 4 1 4 1 قدام ايه؟ قدام صن داونز. ده فين؟ في ملعب محمد الخامس. الوداد اسلوبه مع فاندنبروك سواء على ملعبه او بره ملعبه كومباكت وايه؟ وفين اسلوب الضغط؟ بيبدا من اول ما الكره توصل عند اللعيب اللي في وسط الملعب اللي هو مثلا مروان عطيه ميديم بلوك. اول ما الكره توصل وسط الملعب، لكن طول ما الكره مع عبد المنعم مع اي حد ورا سواء مصطفى شوبير او علي لطفي مش هيضغط. مش هيضغط، هو سايبك اهو بيبدا يضغط. مين اللي ورا؟ مين اللي ورا المهاجم؟ صامبو ايمن الحسوني. عشان كده قلت لك ان ايه، ان ايمن الحسوني هو الاقرب اصلا من عبد الله حيمود. ليه؟ لان كمان ايمن الحسوني خبره اكتر. ايمن الحسوني مسجل وهداف 8 اهداف يعني لسه كنا بنتكلم. اقول لك حاجه احمد، يعني في الفوارق ما بين جريدو وما بين فاندنبروك هو ده حيمود، لان كان عندهم مشكله في الثلاثه اللي بيلعبوا في وسط الملعب في التدرج بالكره وتطوير بالكره وتطوير الهجمه. حيمود حللوا الازمه دي، يعني حيمود حللوا الازمه دي. فانا بشوف لا، هم فقدوا فعلا لاعب مهم جدا في وسط الملعب مختلف عن عناصر اللي موجوده في الفريق على ملعبه. هو كان هيلعب بعبد الله حيمود في محمد الخامس. عبد الله حيمود ده كان هيلعب في محمد الخامس عشان كورته حلوه، بيقدر يتعامل مع الضغط بشكل، هو لعيب كويس وبيتعامل مع الضغط بشكل كويس طبعا. انا مش يعني مش بقول ان هو لعيب لا لعيب، بس ايمن الحسوني خبرته اعلى. ايمن الحسوني في مستوى الضغط لعيب قوي، فانت محتاج الناحيه الدفاعيه احسن، محتاجها بره ارضه. فمحتاجها بره ارضه، دي النقطه اللي بتكلم فيها. قلب بس الصور، كمل الصور، هتلاقي برده نفس الشكل. هنا برده كلهم واقفين، بص فين يعني في مساحه بتتكلم مثلا في حوالي 20 متر مثلا حاجه او 15. هنا برده، هنا الفرق في فاندنبروك عمل حركه ذكيه جدا. ايه الفرق في الضغط ما بين مباراه الذهاب ومباراه الاياب؟ طبعا كلنا عارفين ماكوينا اللي هو لعيب الارتكاز بتاع صن داونز اللي هم بيحضروا من عنده اللي هو في وسط الملعب. هنا ايمن الحسوني كان مين؟ كان ماسكو. بص ايمن الحسوني ده في مباراه الذهاب بدا برده سايبك تحضر خالص، هو بيبدا يضغط زي ما قلنا فين؟ في وسط الملعب. ايمن الحسوني هو اللي رايح مع مين؟ مع ماكوينا اهو. قلب الصور بقى، شوف يعني الفرق، يعني ده ممكن نلاقي نفس الصوره دي مع مروان عطيه، بما ان مروان عطيه هو اللاعب مركز 6 اللي عنده الاسكان وبينزل يستلم بظهره. برافو عليك، وده مهم اللعب. جدا هنا دور هيبقى مين؟ دور مهم، دور منعم. ان مروان عطيه هيبقى ممسوك، فمهم ان منعم يكمل بالكوره عشان تبدا تحضر الهجمه بشكل كويس، او تحضرها من خلال معلول او هاني مثلا. ومنعم كويس ان عنده معدل بناء الهجمه طبعًا. عالي جدا، فيفرق معانا طبعا. صح. كمل. هنا بقى عمل ايه في مباراه الاياب؟ احنا شفنا ايمن الحسوني اللي كان ماسكها، هنا مين؟ صامبو المهاجم هو اللي كان بينزل مع مكوينا. شوف بينزل لفين، هات الصوره اللي بعدها، بص اللي عليه الدايره ده. ده صامبو المهاجم طبعًا في الحاله طبعًا الدفاعيه، ده بياكد ان هو كمان عنده قدرات دفاعيه قويه المهاجم. بص، فهو هنا بص الالتزام اصلا، وبص التكتيك، بص التقارب الخطوط، بص الجناحين فين،
فده ميزه الوداد مع فاندن بروك هي الالتزام الدفاعي، التنظيم الدفاعي. والخطوط قريبه، والخطوط متقاربه جدا، فانت انت مهم ان انت تسجل جون بدري، بشوفها مهمه جدا في اول نص ساعه عشان خاطر التنظيم ده. هو مش حي... يعني هو هم مش هيندفعوا، هيحافظ عليه بس حي... على الاقل هيربكهم طبعا. دي نقطه مهمه. كمل الضربات الركنيه مع دي نقطه الضربات الركنيه يا فارس اللي كنت بتتكلم فيه. في هم او هم عندهم طريقتين، اول طريقه اسمها ذا لاف ترين. يعني ايه ذا لاف ترين؟ اللي هو قطار الحب بيسموها كده في الشرح. الضربات الركنيه انت بتتكلم ان مثلا في اربع لعيبه بيقفوا حوالين ايه منطقه الجزاء زي ما احنا شايفينها كده تمام، وفي واحد عند العارضه القريبه وواحد في النص. خلاص ساوث جيت المنتخب الانجليزي عشان الناس بس تبقى معانا، هو كان بيعملها. هات الصوره، هات بص اهي نفس الشكل. هنا بيبقوا ثلاثة واقفين وواحد واقف اللي هو يحيى جبران ناحية الحارس. ليه واقف ناحية الحارس؟ عشان يمنع ان يعطل الحارس ان هو يطلع انتباه الحارس. وفي نفس الوقت الثلاثة واقفين كده بحيث انه يبقى صعب ان هم يتمسكوا. يعني كل واحد فيهم، بس تحديدا اخر واحد اللي هو لابس حاجة زرقاء في راسه فوق، مين ده؟ ده أرسن زولا. كان مصاب في المباراة دي وكمل وهو مصاب. أرسن زولا. ليه أرسن زولا؟ لأن أرسن زولا أهم واحد فيهم في ضربات الراس. فانت خطر خطوره الضربات الركنيه والضربات الثابته للوداد مهمه جدا. هنا الطريقه دي ارسن زولا بيقوم عامل حركه خداع ويقوم جاري حوالين منطقه الجزاء عشان يلعبها براسه. وهنا ثابت التحضير كله بتاع الوقفه دي لزولا. صح. يعني التحضير ده في الوقفه دي لزولا هو التارجت بلاير بتاع الكورنر كيك. فده مهم جدا، هم ماسكين بعض. هات برده نفس الفكره، هات اللي بعدها. اتلعبت فين يا فارس؟ في حته بص هنا نفس الشكل برده. بص اتلعبت فين؟ في المساحه اللي هي ما بين خط السته وما بين منطقه الجزاء. وفي كل مره غالبا بيقدر ينجح في الوصول للكوره، وده برده شيء ده خطير. ده اول شكل. الشكل الثاني اللي هم برده بيعتمدوا عليه مميزين قوي في الضربات الركنيه، الشكل الثاني اللي هي الضربه الركنيه السريعه اللي هي من خلال محمد اوناجم. محمد اوناجم تحديدا كمل. بص هنا واقفين اثنين، بص محمد اوناجم هيعمل ايه؟ هتتلعب له عشان يلعب الضربه الركنيه السريعه عشان يبقى جاي ناس من ورا، المدافعين اللي جايين من ورا يحطها براسهم. كمل. بص اتلعبت فين؟ بص محمد اوناجم اللي معاه الكوره اهو. محمد اوناجم معدل اسيستاته زاد بسبب خطورته في الضربات الركنيه. فهنا برضو اهي نفس الشكل. كمل بقيه الصور برضو نفس الشكل. ده الهدف اللي انت كنت بتتكلم فيها فارس بالزبط. في الضربات الركنيه اهو نفس الشكل. ده هو قدر يسجلها بالقدم هنا في مباراه الرجاء. تمام. نقاط الضعف بقى نكملها يعني قبل نقاط الضعف خلينا يعني نقول لك اتفضل. يعني تعبناك، ها تقعد تروح وترجع. طبعا واضح من الشرح بتاع احمد في الضربات بالتحديد اللي هي الركنيه او اللي من الاطراف انها ما بتتلعبش من الثبات، كله بيجي طبعا من بسرعه بسرعته، ودي بتبقى اخطر على المدافعين لان انت بجد بسرعتك وبتعمل حركه وبتلعب الكوره بيبقى عندك فرصه لتكف اعلى كمان، وبتبقى برضو مش متراقب كويس. هي فرق شمال افريقيا الحقيقه، فرق شمال افريقيا يعني بتجيد تماما لعب العرضيات والضربات الركنيه، مش بس الكرات الثابته كمان الكرات المتحركه. صحيح. وده محتاج تركيز وانتباه تام من مدافعنا. لكن انا عايز اخد حضرتك نقطه يا كابتن، واحنا بنتكلم عن يحيى جبران وعنده انذار، على المقابل مروان عطيه وعنده انذار، ومروان عطيه اصبح من الاوراق الهامه جدا في تركيبه مارسيل كولر لان ده وجد فيه ضالته اللاعب. صحيح. اللي عنده سكان كويس قبل ما يستلم وبيقدر يستلم تحت ضغط، وشفنا في الفتره ما قبل مروان عطيه كان بتحدث اخطاء كتيره جدا ما بين اليو ديانج وخط الدفاع بتسبب في هدف من هدف ريال مدريد. فاصبح مروان عطيه له ثقله في النادي الاهلي. على الجانب الاخر يحيى جبران وتاريخ يحيى جبران وخبراته له ثقله ايضا في نادي الوداد، الاثنين مهددين. انت كلاعب كوره شايف ان الانذار الثاني ممكن ياخد من تركيزك، ولا انا المفترض كلاعب كوره انا هلعب ال 90 دقيقه دي ايا كان نتيجه ما سيحدث في انتظار ال 90 دقيقه الاخرى؟ اي حد في الدنيا، اي لاعب في الدنيا بيتمنى يلعب المباراه كلها وما بيحبش يتوقف طبعا، وخصوصا في النهائيات. ودي مباراه نهائيه والثانيه طبعا في المغرب. اكيد مستر كولر هيبقى مع مروان برضو يعني هينبه عليه في موضوع الالتحامات. يعني الالتحامات لازم يبقى فيها حرص شويه. ده مش معناه ان يبقى في تخاذل او انك تكسل او كده، بس يبقى في حرص شويه في التاكلينج. كذلك هو برضو الناحيه الثانيه نفس القصه من ناحيه جبران، يهمه يلعب على ارضه النهائي وهو عنصر اساسي في فرقته، فلازم هيبقى حريص على الحته دي. في المقابل بقى انت المباراه هي جيم بين اللعيبه وبعض، وجيم بين المدربين، ازاي انت نقط معينه تدوس عليها. يعني الراجل ده ازاي ان انت برضو يعني ايه
تستفزه، مش تستفزه طبعا بطريقه كده ولا كده، لا يعني تستفزه فنيا، فنيا يعني عشان توصلوا ان هو ياخد الانذار التاني. بالظبط. في نفس الوقت احنا من ناحيتنا طبعا مروان هو الحقيقه بطبيعته بيلعب دايما السهل، بيلعب على حسب امكانياته والتحاماته بتبقى المعقول في الكور اللي هي الثابته. وانا بقول لحضرتك متاكد ان لعيب الوداد هيحاولوا ان هم يعملوا الاستفزاز ده مع مروان مليون، او يوصلوا لان مروان هي دي طبيعه شمال افريقيا كله مش الوداد. طبعًا. يعني هم بيلعبوا على الحته دي وتضييع الوقت و و و تكمله للكلام اللي احمد اللي ورهولنا على السبوره ان هو واضح ان هم باول ما الكوره بيفقدوها بيرجعوا تحت الكوره كلهم بما فيهم طبعا سامبو اللي هو راس الحربه وبيبقى فيه طبعا تكتل دفاعي. الاهم نقطه في القصه دي ان انت ازاي رتمك يبقى سريع في نقل الكوره بحيث ان انت يعني تضرب على الاقل 2 3 منهم قبل ما الكوره السريعه قبل ان هو رجع وخد وقته. هو عايزك تستحوذ في ملعبك وفي نص الملعب بتاعك تستحوذ لان ده بيستهلك الخطوره بتاعتك بيستهلك وقت وبيضيع وقت بالنسبه له. هو كل ما الوقت بيعدي هو عايز يطلع اول ربع ساعه مفيش اهداف، شوط اولاني ما في، يعني كل الكلام ده بتدي له مكاسب وهو موجود وبتزود روحه المعنويه. فانت ازاي ان انت في البدايات تضغط عليه من قدام وكور النقل يبقى اسرع شويه. ثابت انا ما بحبش دايما في التحليل فكره اظهار المنافس وكانه فريق لا يقهر. لما تيجي تتكلم كده عن المنافس وتبالغ في نقاط قوته فبعض الناس تعتقد وكان المنافس ده لا يقهر. دورنا برضو نوضح للناس لان لما تيجي تبص رقميا هتلاقي النادي الاهلي عنده بيرسي تاو مثلا 9 مساهمات، هتلاقي كهربا عدد كبير والشحات عدد كبير. لما تيجي تبص في الارقام عند فريق الوداد مش هتلاقي تفوق الرقمي ده، مش هتلاقي التاثيرات الرقميه العاليه دي. فعايزك تكلم الناس برضه عشان الناس ما تحسش ان احنا بنكلمهم وكان ما انت عمال بقى تقول لي ضربات الثابته ده فريق كذا في التقارب الخطوط، طب في الهجوم، طب ده انا مش هسجل. فعايزك تكلمنا عن نقاط ضعف الوداد، بتشوف الوداد نقاط ضعف فيه ايه سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي كمان. اول نقطه ضعف في الوداد بشوفها اول حاجه التغطيه العكسيه بتاعت الباك رايت والباك ليفت، عندهم مشكله واضحه العملود ويحيى تحديدا كمان يحيى عطيه الله. رغم ان مستوى الموسم ده بالمناسبه برغم ان هو لاعب كبير جدا في المنتخب المغربي لكن واضح جدا ان هو متراجع كمان. هوريك حالات توضح لك ان النقطه السلبيه بتاعت يحيى عطيه الله دي تحديدا. مباراه صن داونز الاخيره كوره اتلعبت واضحه جدا، بيتر شيلو اللي هو المهاجم بتاع صن داونز كان بيلعب جناح يمين بيقطع دايما في المساحه اللي ما بين يحيى عطيه الله وما بين ارسن زولا واضحه. يعني لو جبنا حتى الحالات هات بس الحالات اللي هي التكمله هتلاقيها واضحه قوي. يعني دي الثغرات التغطيه العكسيه. بص هنا دي اول حاجه مثلا، دي مشاكل برضو اللي هي الاثنين المساكين، مساحه كبيره جدا جدا انك تشوفها في مباراه ان يكون في الارتداد. لا ده الهجمات كمل ده هجمات مهاجمه المرتده، دي خطوره الهجمات المرتده برضو للوداد. كمل هات كمل بقيه الصور ده كمل هتلاقي في نقاط الضعف بعد ده. ماشي دي طبعا الهدف واضح جدا هي دي اللعبه اهي دي نقاط الضعف. بص هنا اللعيبه كابتن محمد برضو يا فارس بصوا اللعيبه كلها بتبص فين على الكوره وبص بيتر شيلو واقف فين وبص التغطيه بظهير المترجي. انت سالت ليه ظهير المترجي ممكن ما يبداش وليه يبدا بسيف الدين بهره. بص اللعبه دي ظهير المترجي والارتداد الدفاعي بتاعه متاخر عشان كده سيف الدين بهره مميز بالحته دي. بص بيتر شيلو كان يقدر، يعني كرة زي دي اصلا المفروض تيجي جول بالظبط ركله تقريبا زي ركله جزاء نفس اللعبه. طب هات الصوره اللي بعدها بقى نفس اللعبه في الشوط الثاني اهي برضه كلهم بيبصوا على الكوره تماما. يعني بص الواحد تماما اللي عليه الدايره ده لوحده تماما يعني صح. وده غلط ده شغل دفاعي مهم كبير جدا طبعاً. واضح ان انت لو قدرت تصل وده بقى شغل علي معلول يعني ان شاء الله لو قدرت تصل للنقطه دي عند الفريق الوداد تعمل الكروس يتعمل بشكل في خطوره كبيره جدا بالظبط مع الارض. ما انت لازم انا قناعاتي الشخصيه انت لازم تشتغل ارضي ده حقيقي لان انت بتتارجت من جوه الصندوق. بص هنا برضو ارسن زولا مأخر نفسه وتلعب التسقيطه من فوق المدافعين كلهم اتضربوا راح انفراد. نقدر نجيب الصوره اللي بعدها عشان تبان لنا ايوه بالظبط ازاي اللاعب بقى في وضعيه بعد ما كان مراقب قدر يروح في حاله انفراد يعني لا والنتيجه كانت لسه 0-0 يعني ما عندهمش اي ريسك ان هم يفتحوا الخطوط بالظبط كده. هنا المشكله الثانيه مشكله الضغط، ان انت لو ضغطت على الاثنين المساكين كورتهم مش عاليه قوي مش زي منعم مثلا عندنا جبناء الهجمه فانت مع الضغط ممكن يرتبك كتير جدا تعمل لهم مشاكل وخصوصا زولا احمد لان هو عنده في الاحصائيات التشتيت كتير قوي ما بينقلش كوره هو لاعب بيجيب 37 على ما اعتقد انما في بناء الهجمه هو لاعب ضعيف جدا فهنا لما اتضغط عليهم قدر الصن داونز يسجل هدف
فانت دي مشكله برضو تانية. الوداد جايب كام جون في من اول دور المجموعات؟ 10 جون بس. فاحنا لما بنتكلم على نقاط القوه خطورتهم كلها في الضربات الثابته والركنيه تحديدا، وده اللي احنا شفناه. عايز اقول لك كمان ان هو يعني معدل المساهمه او صناعه الاهداف لا في جزء كبير جدا من اخطاء المنافس، يعني 10 اهداف من فريق الوداد لا في جزء كبير جدا اللي صنعوا اخطاء مش المنافس قدرات مش قدرات او شكل لعب. بس احنا برضو ما زلنا بنقول ان حصل تغير، ان خلاص في مدير فني اخر جاء لعب 5 مباريات الشكل مختلف، وزي ما قال طبعا الكباتن ان الوداد تطور. لكن انا هنا اكلمك برضو كلاعب يا كابتن محمد، انا لعبت فريق الوداد ده النهائي اللي فات تمام ولم اوفق. هل ده ممكن يعني برغم ان في شغل واضح جدا من الجهاز المعاون والدكتور ابو الوفا على القصه دي الماضي هو الماضي صحيح. لكن بقدر قد ايه ممكن ان لاعب يفكر في نهائي السنه اللي فاتت؟ بص ده دور طبعا المدير الفني والجهاز وكابتن سعيد عبد الحفيظ ان هو بيخرج من اللعيبه. احنا بنتكلم الكره اصلها ما فيهاش حته اصل فرقه كعبها عالي على فرقه اصلها مش عارف ايه، لا لا خالص الكلام ده مش موجود خالص في الكوره. كل مباراه ولها ظروفها طبعا. انت ظروفك السنه اللي فاتت كل الناس عارفاها وكنت مجهد وكنت كذا وكذا وكذا، مباراه واحده وعلى ارض يعني في ظروف كثيره مش عايزين نخوض فيها خالص دلوقتي. انما انت بتتكلم على مباراه اولانيه او الشوط الاولاني عندك في مصر وبعد كده في المغرب، حالتك كمان غير حالتك السنه اللي فاتت، انت منتشي بالانتصارات اللي فاتت والتدرج والعلو في المستوى دي برضو بتحسس ان اللعيبه برضو انهم بياخدوا الثقه في نفسهم. كذلك انت برضو يعني حته السنه اللي فاتت دي برضو اكيد يعني من جوه اللعيبه عايز ايه بقى؟ لا بدي اهميه زياده جدا جدا للمباراه دي، لان منافس زي ما احنا قلنا منافس ليه تاريخه، مش شرط المباراه بتاعت السنه اللي فاتت، له تاريخه وبيعرف يكسب وبيعرف وعنده شخصيه البطوله وتاريخه وحامل اللقب في كذا كذا مره بطل. فانت يعني في المقابل انت النادي الاهلي وخبرات النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، ولازم ان شاء الله تستفيد من المستوى العالي. لان احنا دايما كنا بنقول يعني لما بيجي تسال على اي مباراه انت مش خايف من الخصم، انت خايف منك انت وحالتك في المباراه. لو حالتك الفنيه لو حاله النادي الاهلي الفنيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتبقى موجوده مهما كانت الغيابات والعوامل ان شاء الله هنكسب وهنكسب كويس. انا ليه سالت حضرتك يعني السؤال ده؟ لان ده سؤال برضو اتساله محمد هاني في المؤتمر الصحفي اللي هو جاهز معانا يعني لعيب واحد كباتن النادي الاهلي. نطلع نشوف كلام محمد هاني عن مباراه بكره ونرجع عشان عندنا تعقيب مهم جدا مع الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد سادات. اعتقد يعني افريقيا كلها عارفه النادي الاهلي وعارفه قيمه النادي الاهلي، ويعني عادي ان فرقه تكسب ماتش وتخسر عادي ماتش اللي بعديه، مفيش اي مشكله. زي ما افريقيا كلها عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه النادي الاهلي ده رقم واحد في افريقيا، ويعني احنا واصلين نهائيات اخر 5 سنين اخر انا مش شايف ان في حاجه اسمها في فرقه كعبها عالي على فرقه. انت بتشتغل وبتحضر والظروف غير الظروف وانت بتعمل اللي عليك والباقي كله بتاع ربنا يعني. لكن مفيش حاجه اسمها فرقه كعبها عالي على النادي الاهلي، احنا كسبنا الوداد برضو قبل كده وفي ملعبهم، ف مفيش حاجه بالنسبه لنا اسمها ان فرقه كعبها عالي على فرقه. انت زي ما قلت لك انت بتشتغل وبتعمل اللي عليك الباقي كله بتاع ربنا، واحنا ان شاء الله التوفيق يبقى معانا ان شاء الله الماتش ده باذن الله. زي ما قلت لك احنا بنشتغل وبنحضر وبناخد المعلومات من الجهاز الفني وبنتمرن عليها وبنذاكر الخصم كويس وبنشتغل عليه وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننزل ننفذ ده في الملعب، وان شاء الله زي ما قلت لك ان التوفيق يبقى معانا يعني باذن الله ان شاء الله. هي اللعيبه كلها متكافئه مع بعض، كله عارف اهميه الماتش واهميه المرحله اللي احنا فيها. اعتقد السنه دي احنا ماشيين بشكل كويس وكله مركز في شغله، وهو ده المهم يعني، هو ده اللي بيلم الفرقه وهو ده اللي بيخلينا مجموعه واحده. احنا شغالين وزي ما قلت لك احنا محضرين للماتش كويس قوي، و بس يعني احنا محضرين لماتشنا ومركزين فيه، والنتيجه طبعا بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر.
انت بتعمل عليك وبتشتغل والباقي بتاع ربنا. كن كل تركيزك ان انت تعدي نص النهائي وتوصل للنهائي، وبعد كده بتحضر للفرقه اللي انت هتلعبها. ما كانتش هتفرق معانا سان داونز او الوداد، انت كنت هتحضر للفرقه دي وهتحضر للفرقه دي، واحنا يعني الوداد هي اللي صعدت في النهائي فانت حضرت لها واشتغلنا على ده. بس هو انا اولا طبعا معجب ان هاني شيئا فشيئا يعني بيدخل في فكره ان هو اللاعب اللي غير انطباعات كتير جدا، شخصيته في المؤتمر، كلامه، ثقته، ان مفيش حاجه اسمها فريق بيتفوق على فريق في المواجهات او الكعب العالي، ورؤيته للنادي الاهلي كفريق كبير. اعتقد هاني كل يوم بياخد خطوات كبيره جدا وبيكتسب اكيد يعني شخصيه وبيكتسب حاجات يمكن كنا كتير وفي الوقت مستنيينها منه. كابتن محمد انا عايز اسال حضرتك بقى عن الامور الدفاعيه والحته دي يعني بتاعتك، فاحنا محتاجين نسمع منك فيها. طبعا كنا اتكلمنا عن زولا ومحمد عبد المنعم، اتنين بخصائص مختلفه، محتاجين نعقد مقارنه بينهم وحضرتك تقول شايف ايه الامور اللي نقدر نتكلم على محمد عبد المنعم فيها وعلى الجانب الاخر زولا في الوداد المغربي. بص في البدايه فارس يعني عايز اقول لك حاجه مهمه جدا قبل ما اتكلم على المقارنات. الماتش الاولاني ده اللي على ارضك بيبقى ان ما يجيش فيه جون قيمتها اكبر من صح. انك تحرز هدف، ومتفقين لازم نبقى متفقين على كده عشان دي مهمه قوي، لان دي هيتبني عليها كلام للمدافعين طبعا. مدافعين النادي الاهلي المباراه اللي هي الاخيره بتاعه الدوري، انا احساسي كمدافع ان كان في ثقه شويه. حلوه الثقه بس ما تبقاش زياده. لان مباريات الدوري تتلحق، والمباريات دي بالتحديد زي ما قلت لك لا قدر الله الجون اللي فيك ده له قيمه كبيره جدا جدا جدا. لو بقول لك الجميل في الموضوع ان هم اتحطوا تحت اختبار مع مهاجم كويس احمد ياسر ريان ابن النادي الاهلي، قدر يعمل جيم كويس عشان نبقى واخدين بالنا جدا. عشان كده انا من انصار الاثنين المساكين، ما حدش عارف مين التشكيل بكره هيبقى مين، بس انا من انصار ان يبقى عبد المنعم وياسر ما يبقاش الاثنين لعيبه كوره، لان احنا في الملعب بنسخن مع بعض. لو اتنين كويره بلغه الكوره، بتكلم بلغه الكوره، لو اتنين كويره وخدت الكوره ولفيت وعملتها معرفش ايه، انا ببقى عندي احساس ان انا عايز اعمل حاجه زي كده، اطلع بالكوره كوره حلوه وانا طالع من تحت. انما ياسر ابراهيم ده مساك صريح، فايتر قوي بالظبط، وماسك راس حربه، هيبقى ممسوك. احنا مش بنكشف حاجه طبعا. فكمان تاكيد لكلام احمد عشان الراجل اللي هو سامبو ده راجل قوي وجامد، كسب 40 امتحان 40 امتحان، فعايز له واحد. ايوه اديله كده يعني، انا عايزك تجيب اجل. مش عايز واحد نص نص، عايز واحد قوي معاه طبعًا. وعايز واحد مساك شرس، اللي هو مش شايف الا انه مساك بالظبط، راس حربه راس حربه. واسيب الراجل الثاني ده لبناء الهجمات اللي هي هتبان بقى في تحليلنا، نستعرض الارقام لكابتن محمد بحيث يقول لنا اللي قاله ده من خلال الارقام. ده زولا ومحمد عبد المنعم. طيب عدد المشاركات طبعا الاثنين واحد، 10 و10 شباك نظيفه طبعا، تفوق لمحمد عبد المنعم 7 و6. التمريرات الصحيحه دي بقى ده فرق كبير قوي اللي احنا بنقول عليه، 571 ل 356، فواضح ان عبد المنعم بيتفوق ان هو مركز رئيسي في بناء الهجمات. الكره بتطلع منه صح لنص الملعب، الراجل ده يعني بيمرر وخلاص. تاكلينج برضو يبان لك برضو الفرق 11 و7، التاكلينج الصحيح. فبرضو محمد عبد المنعم بيعمل التاكلينج لما يكون مضطر، هو مش من عادته على فكره، مش من طريقه لعبه ان هو يعمل تاكلينج كتير. هو بيحب يروح للكره اسرع وياخدها ويلف او يلعبها. فواضح برضو ان الثاني فيه برضو مشكله في التاكلينج. تدخلات دفاعيه 17 و8، تدينا انا انطباع ان الراجل ده محمد عبد المنعم بيجيد موضوع التغطيه على زمايله اكتر من ضعف. الثمانيه دي يعني هو برضو ايه، بيبص زي ما قلنا كده، بيبص للكوره ما بيبصش للي وراه وكده، فحته التغطيه دي مش قوي. المراوغه 1-1، تشتيت الكره 24-37، برضو ده ياكد كلامنا في التمريرات الصحيحه، بيلعب بيخلص من الكوره بالظبط كده. اخر حاجه طبعا تسجيل الاهداف 2-1، يعني الاثنين طبعا هدافين، ومحمد طبعا يعني له باع في موضوع الاهداف ده. من الارقام دي من الارقام دي كده واضح ان هيكون في دور لمهاجم النادي الاهلي بالضغط على سولا صحيح طبعا.
طيب عندنا يعني نروح نجم يعني قبل المهاجمين نكمل مع الكابتن محمد خط الدفاع. عندنا علي معلول طبعا يعني احد وابرز نجوم النادي الاهلي والمدافع اللي بيساهم بنسبه كبيره ما شاء الله يعني في الاهداف. وعلى الجانب الاخر يحيى عطيه الله يعني مدافع المنتخب المغربي. أيوه. ومقارنه كده بين ارقام الاثنين. المقارنه طبعا باين فيها تفوق علي معلول وبالذات في الناحيه الهجوميه اللي هي بيتميز بيها علي معلول واللي محتاجينها بشكل مكثف في المباراه اللي على ارضنا هنا بكره ان شاء الله. طبعا اساسي طبعا لعب مباريات 10 و10 صنع اهداف 1 و5 طبعا علي متفوق قوي في صنع الاهداف. صنع فرص لزمايله برده 19 هو متفوق و17 يعني. الثاني برده لعيب يحيى عطيه الله طبعا لعيب كويس لانه برده خبرات واحنا طبعا عارفين ده منتخب المغرب فالراجل يعني عنده خبرات كبيره. العرضيات برده يتفوق فيها علي 17 ل 13 برغم ان هم بيجيدوا العرضيات في فريق الوداد بالظبط برغم ان هم نفس المباريات عدد المشاركه التمريرات الصحيحه برده في تفوق كبير قوي لعلي معلول. ممكن يبقى الراجل الثاني يحيى برده عنده حته الباصات برده مش متقنه بالشكل الكافي واعتقد ان هي في الناحيه الهجوميه برده مش متقنه بالشكل الكافي. التدخلات طبعا الدفاعيه هنا 9 وهنا 8 طبعا لطبيعه زي ما قلت في البدايه علي معلول ده حقيقي. علي معلول عنده حته الشكل الهجوميه الهجومي بيبقى اكثر شويه فشايف انا المقارنات طبعا لصالح علي معلول واتمنى انها تبقى صالحه بكره ان شاء الله. ان شاء الله ثابت يعني الجانب بقى الهجومي انت عندك مقارنه وانا بشوف ان هي مفارقه كمان انت بتقارن اثنين مهاجمين مش شبه بعض خالص يعني سامبو حاجه بدنيه الاستامنة عاليه الورك ريت عالي كهربا لاعب بدنيا جيد ولكن هو لاعب بيعتمد على ذكائه في التحرك ايوه بالظبط ذكائه في التحرك اكتر منه قدرات بدنيه او يعني تواجد داخل البوكس ازاي ده انعكس في الارقام صح. خليني اقول لحضرتك كابتن محمد قال كلمه مهمه جدا قال مهم في الجانب الدفاعي ان ما يجيش فيك هدف طبعا انا هقول لك بقى على الجانب الهجومي مهم استغلال الفرص ما ينفعش تضيع بكره انصاف الفرص يعني انا بفتكر فرص مثلا احنا ضيعناها في النهائيات بتفضل في الذاكره فما ينفعش انا بقول لك ما ينفعش ان ايجابي اديني ايجابي فما ينفعش بكره يبقى حتى يعني نضيع فرص دي مساله ان شاء الله نحاول ان احنا نستغل قدر الامكان نلعب اون تارجت يعني انا دايما بقولها كده العب اون تارجت وسيب المباريات الكبيره ما بيجيلكش فرص كتير صح فتأكيد لكلام محمد يعني. بالنسبه للمقارنه بقى ما بين سامبو وكهربا هي انا مقارنه بتوضح ان كهربا مهاجم متحرك يعني ايه مهاجم وهمي بينزل يستلم من تحت ويفتح مساحات لزمايله اما سامبو مهاجم محطه مهاجم قوي بدنيا مهاجم صندوق تمام المشاركات 9 ل 8 ده المقارنه دي من بدايه دور المجموعات لغايه ماتش النهائي ده مهم عشان ده المؤشر الحقيقي واصلا الهداف كمان جائزه الهداف بتتحسب من بدايه دور المجموعات كهربا جاب 5 تجوان وان شاء الله ياخد الهداف لو جاب جون باذن الله يعني هيشترك في الاهداف هيشترك مع بيتر شيلول تمام وسامبو جايب 4 اهداف صناعه الاهداف كهربا اسيست وسامبو مفيش صناعه الفرص كهربا 5 كل الارقام دي بتبين لك ايه ان كهربا جماعي اكتر وبيصنع فرص مهاجم متحرك اكتر المحاولات كهربا برضو اكتر 18 منهم 9 صح سامبو 16 منهم 7 صح تعالى بقى للرقم اللي هو المهم اللي هو فاز بالتحامات ثنائيه بالنسبه لسامبو 40 التحام مقابل 3 وده بياكد لك دوره خطورته هجوميا في الكرات العرضيه وكمان النواحي والجوانب الدفاعيه اللي بيلعب وبياكد كمان ان هو مهاجم محطه بيبنوا عليه الهجمه من تحت لان هم بيعتمدوا على التمرير الطولي اكتر مش فرقه بتعمل تمريرات قصيره زينا وعايزه تبني وتلعب وتستحوذ لا هم بيعتمدوا على التمرير الطولي وسامبو هو اللي بيلتحم بنطلع الهجمه عليه 40 التحام اعمل كروب يا راجل انت جاي 40 التحام طبعا رقم كبير جدا حته يا جماعه بس تكمله اتفضل يا كابتن طبعا الشغل بتاع نص الملعب مع اللي هم نص الملعب المهاجم عندنا عندنا احنا تمام مع او عندهم هم دلوقتي عشان هشرح عليها حاجه اتفضل طبعا مع لعيب المحطه او راس الحربه المحطه لازم بيبقى محتاج مسانده من لعيبه نص الملعب ده حقيقي فاكيد لازم سكند بول مهم جدا هيبقى تكمله معاهم فلعيبه نص الملعب بتاعتنا برضو لازم تكمل مع الناس طبعا. لان الراجل ده محطه وبيسند على حد بالظبط فلو ما كانش الراجل ده لو ما لقاش المسانده هتبقى هتصعب مهمته جدا جدا وهتسهل مهمه ايا كان المساج بتاعنا صح فدي مهمه جدا جدا غير اللعيب اللي زي كهربا اللي هو مش محطه هو بيجري في المساحات
صحيح. واخد بالك، ياخد الكوره بيروح بيها على الجول. حضرتك عايز تقطع عليه الخطوه البدري بالظبط، لان هو راس الحربه لما بيسند الكوره وراه حد من المساكين بيبقى عايز بس يبص اي حد بالظبط. فانت تاخد انت وسط ملعب ياخد الكوره الثانيه ويقضى على القصه دي. طيب نروح لحسين الشحات، وانت مصر على سيف الدين بورا. يعني انا مؤكد يعني هو مخزنه النهائي، هو اتصاب في مباراه سان داونز، حتى بص عدد المشاركات 10 مشاركات، فده بيأكد لك ان هو لعيب اساسي في الوداد اصلا سيف الدين بهرة. فهو انا يعني مؤكد بنسبه كبيره حته الفقل حتى يعني. لا خلينا لا بغض النظر بقى يعني مقارنه سريعه كده عشان يعني حسين الشحات طبعا رقمه افضل، مسجل 4 أهداف في 8 ماتشات وصانع جون، صناعه الفرص 4 فرص، سيف الدين بهرة 10 فرص، وده رقم كويس بيأكد لك ان هو مصدر صناعه فرص عندهم. المراوغات الناجحه 13 مقابل 14، حسين الشحات متفوق. المحاولات حسين الشحات اكتر 15 منهم 7 صح، اما سيف الدين بهرة 10 منهم 6 صح. تمام. عندنا اخر مقارنه بين كابتن محمد مروان عطيه ويحيى جبران، اتكلمنا عن قصه الانذار ولكن عندنا وسط الملعب الارقام بقى وارقامهم. طبعا عدد الدقائق 641 884 طبعا يحيى متفوق فيه طبعا الاشتراك اساسا. لعب اساسي 7، لعب اساسي 10، تاكلينج صحيح 23 26، متقاربين يعني متقاربين. تدخلات دفاعيه 16 14، يمكن مروان مركز على الحته دي زي ما قلت لك في البدايه ان هو بيلعب بياخد الكره ويبصيها لاقرب واحد يعني. باين حتى في قصه تشتيت الكره هنا 13 جبران و7 فقط عند مروان عطيه. تشتيت الكره 7 13، برضو مروان بيسلم الكره في الرجل دايما والاقرب يعني زميل يعني. بالزبط. اجمالي التمريرات 526 هنا 568، تمريرات صحيحه 447 و493، وطبعا الفروقات دي نتيجه برضو ان 7 مباريات 10 عدد الدقائق. الارقام دي في صالح مروان على فكره، فيعني المقارنه هنا صعبه شويه لان فرق 3 مباريات دي يعني دقائق كتير قوي يعني. تمريرات طويله 36 49، برضو بتاكد الكلام بتاعي ان مروان بيسلم لاقرب واحد لان هو متفرغ لمهام معينه يعني. الالتحامات الثنائيه 41 54، ودي نتيجه برضو معدل 7 لمروان 5 ونص لجبران، وده برضو تفوق لمروان. صنع فرص للزملاء 7 و4 تفوق فيها طبعا مع قله المباريات، انما رقم عالي كل مباراه بيصنع لك يعني ارقام ومقارنات. واستعرضنا كل الجوانب الفنيه والدفاعيه والهجوميه لفريق الوداد، يتبقى فقط لغير غدا ان شاء الله يكون التوفيق. يعني وصلنا لنهايه يعني الفقره ونهايه البرنامج. بنشكرك جدا كابتن محمد، بنشكرك جدا كابتن دكتور احمد. شكرا. يعني كنا اكيد سعداء معاكم، واعتقد يعني قدمنا لكم في قناه الاهلي وجبه دسمه النهارده فيها كل شيء تحبوا تسمعوه وتحبوا تشوفوه على قناه النادي الاهلي، كعهدنا بيكم في ليالي المباريات. اكيد كان كلام مهم جدا في قناه النادي الاهلي وكان تحليل مهم جدا. يتبقى بقى ان شاء الله التوفيق وان احنا نحقق حلم ال11. اعتقد لما المره دي نحققها هنحتفل بيها بالقدر اللي تستحقه. اكيد ان شاء الله كلنا بندعي، الملايين بيدعوا للنادي الاهلي بكره ان هو يحقق البطوله ال11. استمتعنا بيكم ونشوفكم في حلقه جديده للاهلي خط احمر.